انت ما تيه انت بس تقول لي ما عندك لا لا تسجيل عين متخاف شو اسمه وين هو يطلع صوت وين هو هاي اوديو اي اوديو يشتغل هاي انت ما اخذ هواي اكل مو هاي من الله مشي الساعه 26 دي يركب على مايكل ليش ما مايكل اي امشي صفح هنا او احسدني هسه ضل ايش هاي يمشي بعد مشي ليش مرات هي انا هسه جاي مشي شنو هاي هاي شو راندوم لا يقول لي سؤال عشوائي يقول صاحبي مات وما لقيت شو اسمه بالهذا المخزن جوا القاع المستودع وما لقيت التابوت مالته مقبول اللي خاف انت هندي وحركتي والله بك نقاع مفتوح الباب لا على كيفك ما بدك تزعل شنو وين شو تغير مكان؟ لا مسدود جواب افتح ويجعلني اخوي انا قلت لي نصاد لا مو منه ملتف لازم كليس هو كلاسيك وايد مشلي بيه شنو بس اطيح وياي امشي زاويه هم اللي طاير بالهواء حبوك وكلام والله من هو رجلي ما لها حلقه ما قصد منه هو هذا بس انطب منه لا لا مو منه فوق بس قلت بك اقلش منه انه باني قلش هو يبقى برا قال مشكلتك حبيبي اه تعال تعال ننام ما تقدر صعب سوى مباشرة لازم نصحى من النوم ما بننزل منا ما يصير حاول صفح هنا يسر دوارة اول صعد يصعد على ذن ايه اصعد من اول اوه حيج ايه عافي هاي ايه انزل هذا الباب؟ لا لا ايه هذا الباب تعال مفتوح الباب مو هاي هنا نزل شوية صعبة انا اقل شو راح نسوي هسه ما قصدك شنو نسوي صار؟ تعال 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 هذا الدرج اي تعال 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 هاي من انزل وين؟ لا لا ماكو نزله هذا درج دوانة اي درج خب ما شيت من انا اه والله اللي قال بس هاون شيت والله بي اختفت السيارة اي اقوى ويت كيف سيقلت مثل هذه أناركي حمد وين الباب؟ الباب جوا يصير والله منها ما نصعد والله والله قفلي مو نصعد على السياج ترى قبل تموت. اه والله.
تروح ليش أموت؟ مسافة بعيدة لو تنكسر رجلك لو تموت. لا هاي منها هسه منها قريب الدرب شوف الفرق. ايه. تنكسر رجلي مو أموت. بالله. نجرب؟ لا لا حموت خاف منك. ايش موعك انت؟ اوقف خلي اسلحتك خلي اسلحة يمك حتى دائما جيت وراك. اها. والله. لا لا ما نموت لا مسافة بعيدة. يروح علي يقول وعي ثلاثة وين انت يعني. ما تصبر انت. الله وقف والله. لا لا حمد 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 لا لا حمد عليك الله حمد. والله وقف. لا لا حمود لا لا خلينا شيء يا اخي لا 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 عليك الله عليك الله ولك العباس خلينا شيء اوه بالضبط ها عندي حد ثاني عندي حد ثاني عندي تصبر ما تصبر شو قاعد تصبر حمود وعلي شو راح ادفع لا حمود حمود اي فوقه فوقه عمود وكلام والله بعيده والحسين اي بس مو مالي مو مالي اموت بضرب فانا عندها ما تكسر ما رجل غير اقول لك اقول والله اي انكسر رجلي والله مات ما مات لا بصير ما علي شو تسوي هسه اذا كنت تشمل روحك فوق قاي ايش تلقياك يلا نعم كسر ولا اسم ما قدرت تشمل شلون قدرت تبزني من فوق تشمل لي قبوة لا لا جرح خفيف وصغيروني اي راح يقعد وعادي يريد اصبر وما يريد اصبر بعد ما لا تاج المطرقة لا ما يحتاج تصبيه زين شلون عارس جديني عادي هاي ما عرفت شو السالفة والله خلي عاجب واندي بس عجب اقول لك اول مرة ادري بالطيحة تجرح هاي أولى الباندج وينها؟ هاي ما تيش لا هاي تعالجنا احنا خير شي اسمه سبان هاي مال مش هاي ما موجودة عندي هذا فيه هاي ما شي اسمه اكو انا اقلك يا هي ها ها عوفك من اصلك وينها هاي احسن هاي يا يا هي يا هي مال الجرح ما كسر اه والله والله راوني شكلها من التكلم صفر عندنا هسه اقول لك اياها هاي هواي تستخدم مو بس وحده من هاك شوف طبيعي اه والله هسه هواي شفتها اسود وابيض ليش؟ مو لان شو اسمه هي المنطقه هاي ابيض اسود اه والله اك سيارتنا مو وديت خلينا نشوف خاف سيارتنا هنا والله بس ما خصتك وين تكونت حتى ذاهب لك اقدر اسويها هنا وين اختفت؟ هاك شيء قدامك هي هاي هي كلها شلون كلها الطرق مسدوده شلون راح لا موجوده ذاك الدرج هناك اه والله بس السؤال شنو هو؟ خلي صديق خلي اداوي شو اسمه؟ وين اقول لك هاي تزود دمي؟ الحمراء مو؟ لا الحمراء دم الحمراء اي اللي قصدي ارواحي مو دمي اي اي ارواحك هاي لا هاي رمانه اللي تنفجر تداوي اكو السلة الحمراء لونها هواي احنا جبنا من عيتها شنو معقول خلينا من عيتها هواي ذكرانا شو بجنطة الخضرة هاي ايش بيها هاي جنطة بيها شي لجين اثنين بيها بي شدي والله بعد وين جنطة الخضرة شنو خلينا شو بجنطة ما ادش بيها نسيتها شكل اللاعب عندي يمكن
اللعبه الشكليه تعدي راح اطلع وجع. اه هو يدور على هايته؟ اي ها هي هاي. فشو اعطيك اياها؟ لو هاي لو الصفرة ما متاكد بس ادوس اشر عليها. الصفرة هاي من عندي. This cup activated and its light help with everything in its structure. It cure everything that possible. فانيلي هاي كل شيء تعالج يقله كل شيء تعالج. هاي it's used which replenish the blood ها هاي and restore the هاي الدم هاي بس لا هاي مال دم بس مو مال هاي قصدك هذا زاد لا همين مو مالتها يمكن الصفرة ما زاد. شلون هسه؟ جيت شو اسوي؟ جيت رقابه موت انا المفروض هم غلطان لو هنا وانا شامر السياره بس اقول لك السياره وين راحت؟ رقابه ما شمرتها شمرتها كونتها بس طبت جوا شبيها هاي شنو خلي شمرها بالقاع قال لك شو اسمي؟ ها لين سلاح صار بيها ما يصير شو اسمه خليها هيك قبل ما يصير هذني منو هذني هذني شنو الشياش الحمر هذني هذني مشروبات ها ايه بس اقول لك هذين شعجب انا عندي هواي من عدها هذين الحمر وقد اخذنا من الامن وحيش شنو هذي ها شنو هاي لا هاي ما راديو اكتف تعالج هسه من هاي الشيشه ما عندي منها الدريانين هاي الدرياني هاي صدق وين هاي مال هاي جوا جوا هاي اساس اي هاي هاي بس هاي ما داود ارواح داود شو اسمه داود ارواح شنو هاي بس بناكي هاي شيء ثاني داود ارواح اعتقد هنزل ياك وقف يلا بس وقف ترى شو شلون تشيت وقف على الحافه وش مروحك اي مو بعد 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 اي هيجي للاخير اصفط روحك على الحائط اي اقمص هسه لا بعد وجهي هيجي انتظر مو تحرك سمعت العظام اي اي طق يلا بعد داوي والله لو يدرو فيني طيب يلا قعد شيء دغوا اوكي خلي عاجك اوقف طب ما مجروح لا ما مجروح بس راح اعاجك كسر ولا تعوقني ليش ما يحط الفيديو ليش انتظر مو جاي عاجك يمكن يلا صح صح طيب ما دوسة واحدة دوسة دوسة واحدة حتى هاي والله ما زودته حمراء حمودته شنو اه لحظة صدق اوه انت زاد دمك زاد دمك اه ايه زاد دمك شفيه ايه يلا تعال وراي. اوه عالج انا هالحمرة عالج. مو الحمرة الحمرة ما تعجبها لا تذكر ولا هاي مال مكافئة. هاي مال مكافئة شلون كان نحصلها؟ كنترول كونفجر نبغى نروح لمن؟ لا بعد. درايف دي بي مود. ها هاي هاي مو بي نخليها شنو؟ نخليها هاي خط. اوكي. هاي المكافآت. اي. هسه خط انا مستحق ذاك مكافئة ليفل 2 هم مستحق لا لا ماكو ولا واحد غلي سوي هسه شنو تسوي تعال وراي انتظر انت من وحدك بس قاعد تعالج ما مكسور وجه غير عالجتك بس ما قدرت تقمص هسه داود هاي اقدر اقمص راحت كسر راح هاي داودتي الصفرة والله وانت؟ لا بس هاي ما اقدر شوية وتروح مو قلت لك روح بالجنب تعال تعال اصعد فوق بس شنو شو؟ اي غير مجنون متعوق هذا خط شنو خطر انا هم ما اعرف هذا شنو الصراحة لا اي وقف وفتح شنو ذي صدق علامة قلنا نصعد لها من الساعة
على اسمه صوت الطنجة تخرخش وكلام مره. وبعد مجروح صاحبي بس ما طالع عندي جرح مليان شو اسمه ارواحك صفر، هو هذا قصدي بلين شريطك اصفر. او بس هنا كلنا شيء وقف هنا كلنا شيء معروف. وينك؟ شوف دمك فوق قصدي دم اروح مالتك انت شوي ناقصه هواي. انزل جوا انت الفوق فوق ناقصه دمك هواي. اكسر عيدك اليمنى اي بكني سياره جوا حتى نكروفها هو شكو ناس عشان حاصل تيج ايش اسمه اكو شلون منطقه سريه دوس دق ما كنت سرعت لحق توصل اليها وبنفس وقتها ماكو لوت اذا ما نحل يمه فالي اوقف لحظه وين نقول خلينا ننزل انا قبلك. اه ولا 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 اوه في لحظه وخ قلت لك واحد جاي تجي دوح 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 منين طلعوا ذول؟ من هنا جو من الباب ادري غشنا احنا فوق منين جونا؟ أنا يعني بخلي سلاحي كاتم من واحد جوقف أنا مخلي خلي بانديج بالقائمة الرئيسية سافة خوف أنا ما أقدر أمي لأن كلش لازق بيك يعني أقل حاجة تموت. أدري 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 فاهمك صحيح إيه لا ترى رامي كاتم ها ها هو اللي عرفت شلون عالج واحدنا اوه بس خل اكل قام يمرض صاحبي جوع تاخر اوكي تعب جوعان لحظه لحظه خل شو اسمه راح عالج واحدنا اوه 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 بس خل اعطيك اكل عدي عدي اكل ما تخوم تخوم اسبوع اسبوع شريط مالتي ولك ادري هاي جاي يلا راح هاي هم انا راح ازود ارواحنا اوه انا اكل يلا عاد زاد شيء؟ إيه فوّلنا وعلي. أوه يا مان يا مان. هاي أذني. 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 والله العظيم. لأن من الوحش إنك نحصلهن. الوحش الأحمر. يا أحمر. الوحش الأحمر الناري. إيه. لا لا مو كلش ما يحتاج هسي. زين يو بي اس تنا صبر هاي شنو مومياء هاي مومياء حمودي وش دقيت عندي؟ شنو السلاح هذا شنو هذا؟ اه السلاح فور ها ناخذه ولا لا؟ كيفك اخذه؟ هابو هاي 10,000 انا جاي شبشي وسع مني جاي شبشي تعال خلني اوقف اوقف قبل لا تنزل من النهايه ما شفنا احنا هناك شيء اه عادي بس يبدو هذا ام 60 قد كان سعره ام 60 يفوق 60 10,000 اه زوم جيت مصوت اه لو انت سلاحك خليه اوقف طيقنا عندنا هنا لحظة خلينا نشوف شو امره هنا هاي خلي امشي على الصفاح احسن اوه هو بلا صفاح لا لا من درج جوان ورانا درج قصدك على هاي تقمز عليه لا ورانا درج اه
اها اوه شوف زومبي هناك وقف بس ما يقدرون يوصلون هذول وين؟ ذاك هناك ليه ما اسمح لك؟ هو غير جسمه صح صح ايش ماله؟ لا دمك مفوت ايش فيك بعد؟ بعد يتاخر تقريبا 10 دقائق الا شو اسمه؟ اللي يشافه تمام اذا كسر. غير شو اسمه شربت لك من هاي الصفرة؟ والله تعال صدق هاي حمرا عند خلق لا معمرا ما تفيد احمرا ما تدم. اوقف اذا ماي لا تنزل اذا ماي لا تنزل دير بالك. ماي هذا؟ ماي عوفر. لان نبرد اه والله ارجع لنا من غير مكان اه والله يلا شفناه ورانا تعال امشي ارجع شوف انا لك ايش في كمالتها ارجعني للقاعه الرئيسيه هاي الكبيره بها الزومبي ها آه لحظة عندي انا مورفين استخدمه قبل يتعالج كم نسيت بس ما خصتك وين المورفين اكزايلت هاي هذه يمكن لو مو هاي ها هذا مورفين ايه هذا مورفين هو راح يعالج وضعي اذا ليك مثل الحصان شو بعد ايش في شوف باوع هي الفكرة ما تشينه أكو درجة هنا أنا جوا؟ من هناك شلون وين مشينا بالحافة؟ ها 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 قبل لا تمشي بالحافة أكو درج أوف هاي شنو في الحافة؟ إي هاي نصعد بيها هم شلون المكان يعني؟ لا 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 مش عارف لك مقصد لا تي هاي بالحافة مشي هاي قصدي غير هنا؟ إي بس أنا لا لا مو هنا مش بالحافة إي ظل يقمز نعمة من هنا وقمز على هاي ها لا مو تقمز وين تقمز على هاي وصعد غير هذا درج تعال وين ها هذا ناني وقف دي باك انت الزم وانا الزم الدرج وتلزم شو اسمه لا لازم هاي ينزل اي قلت الدرج اعتقد من جهه مالتك مو مالك علاقة بيك، جيت أنا دازم، مالك علاقة بيك. إحنا لو كتليهم بس حاجة يصير متخلصين، يعني نسينا. بالله وعلي راح أطلع قدامك، تظني. ها؟ ماك شي لحد هسه؟ هاي جيتك. بس مو هذا الدرج، قلت لك عليه. إي هذا مخوش مكان. ها؟ والله. شوف هذا الجثة تعال بهن هذا بارت يمكن مو لو أسأل هذا BSS-X هذا شوف هذا السلاح وال بس ما أقدر أوصل شوف هذا السلاح BSS-K أقوى سلاح باللعبة هو هذا وعاش تيدك والله العظيم والله العظيم هو هذا أقوى سلاح بس مو هذا السلاح بس ما اقدر اخذه شوفه وين هذا هنا أنا. ما اعرف شلون صار طب بالجثة عسكري لونه ما يطلع لك بي اس اس كي اقوى سلاح اقوى سلاح ورا هذا الليجند ويرمي غش بس شنو هو يعني بس مو اقوى من اسلاح الادمن ذاك اللي كان يستخدمه بس يعني بالاسلحة الطبيعية وهذا اقوى سلاح هذا خربني لو ياخذه ايه عاد هو مش شكله مبين خوش سلاح عسكري لونه بي اس اس كي
وين راح؟ بي شنو كاتب منه وبي؟ هو كاتب منه وبي بس وين راح؟ يقول لك انا عند القنابل التعالج ثلاثه. انا هم عندي منها اي. هذه يا في اس اس كي. والطلق مالته شنو هو؟ نوعيه شلون تختلف يعني؟ تعال وعلى مني انا. ما يفوت طلق شبيه. عط صوت اكس؟ ما جاير. بس اوقف مكتوب لك صوت اكس كلمة اكس يا رامي؟ لا بس مقصدك. ما بدي اسعد هذا. ها؟ بدي اسعد هي؟ ما. اي هاي مقلتش لازم هاي اول ما تاخذ الاف اس اس كي لازم تخليه بسياره ما ادري شلون بنوبه ترجع مره ثانيه. شلون تخليه بسياره؟ هاي ذيك المره قال الادمن هذا الفي اس اس كي شلون بيقلتش اذا اول ما تاخذه لازم تخليه بجراج سياره نوبه تخفي السياره نوبه تطلعها مره ثانيه اذا تصير. يعني كل احد ما قدرت استخدمها هسه. قاعد اصعد من هنا. متأكد أقوى سلاح؟ الجنت ثاني واحد يجي وراك. احنا سندور على الدقمة ندوسه تنفتح لنا بوابة. بوابة؟ ورا البوابة شكو؟ ورا البوابة شلون مكان مال لوت؟ شو صار؟ على الصفحة هنا يسرى. بي هاي كتير. هاي هيك تصير شلون هيك الدقمة تصير شلون هاي؟ لا باعوال اي الصفحة هنا يسرى هيك من هنا. شو السالفة؟ وقم زينا. ايه. والله. تعال هنا انا. اوه ديباك ديباك هاي حفوة. انت وين بس؟ حفوة انزلنا اخوي. رجعنا والله. من نقرا رجع؟ من نقرا اي. بس منا تعال منا احسن حتى ما تعرف. ها قاعد يكلك صاحبي؟ صاحبي يكلي. حرام وعشت انت. تعال منا اطلع قبل. دا تدوس كي يخفي كل العلامات. لا تفيك اكتمل اختي. ها هاي صحيح. اوقف ناش عندنا. لا هاي خليها بعدين. ناش عندنا. هذا وين راح ينزلنا؟ ها ينزلنا بهاي الحفوة مساعدة ندخلها. وانت صاحبك عطشان. شوف هسه شريد منك شايف ها اكو هاي الصندوق ايش مروحك عليه شوف هسه راح اشمر روحي ايش مروحك على الصندوق شلون نزلت هسه انا برميل سلاح وين راح سلاح وين راح هذا هذا وراك وراك مو وراك وراك بس وراك بس وراك شنو بالقاع سلاح لا بعد منه قدامك ها 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 عبالي سلاح يلا انزل مو هو ولا هذا نابورة ابو النابور ما هو خاف صعب وحده من جينات هو كان لازم هذا الشيء لازم شنو شلون تحول نابوره هيك فجأة؟ اختفى السلاح كله اختفى من الرقم واحد. اختفى واحد. نابوره وين راح هسه؟ انت سويت بالضبط بس شربت؟ بس شربت بس.
آه هذاك اللي شوفه الجنطة بيضة مو بيسلاح مشكل لو شنو؟ هذا تعال من نانا بس من تريد تنزل وارد اقمز علي البرميل لا لا باعوا من علي ذكلي من علي ذكلي من ايه اكو برميل اقمز علي ايه. تعال هنا شوف باوع شنو الفكرة مالتها تعال وارد شوف شنو الفكرة مالتها اكو دقمة ندوسها من ندوسها بس عوضو خلي دوت قبل ايه نقمز من نانا نقمز على البوابة وانا هذا العوضو اوقف شي قمز تقمز ما دخل انا مش شفت هيك حتى بدون تقمز بس اركض تركض توقع بالمكان يا مكان بس فهمني اوقف بس دولي وينهم هسه اعوفك منها خليني اقدق ما احنا اول مره لا بس انت بتطفر على الجهه الثانيه تطفر على هاي الدنقه جوا تطيح بيها منو بتقمز دوس مسطره تقمز على الجهه الثانيه هدفتين تطيح هنا وتصعد على هذا تصعد على الدنقه ونوب الدنقه تدوس بسطره تصعد لفوق لا لا انا مسويها ومستجيلها معدي هو هيك طريقه مالتها ولا تطيح جوا بالقاع ماي ما تاثر واقع قبل والماي لون واصل ماي يعني تسبح بيه سباحه طحت انا شلون ارجع تقدر شو اسمه مكان تنزل منه هاي من هنا شلون تنزل تطلع من هناك النوب بس قبل لا هسه تعال خلينا ندور على الدقمه احنا تعال من هنا وراي دقمه شو شكلها صار؟ دقمه ما بالقاع تصير تعال وراي هي لها اماكن معينه حمراء لونها صفراء سوداء بالقاع تصير تعال وراي بالله وقفنا هناك هذيك ما فينا دقمه تعال من هنا ذاك زون بوقف دباك طلع عقب المطايه ها آه حفره ما يقدرون يعبوني تعال من هنا خلينا نعبوني اكو بعد هذا دول هذول همين تعال واي خلنا نصعد منا دق ما وينها والله خلي اتذكر هنا هذا رجعني مكان قديم يذكرني يعني شو نسوي بالله؟ بالله خلي اتذكر هذا المكان احنا من صعدنا منه احنا جينا؟ جينا منه اوكي يعني كم من طريقنا منه هنا؟ هنا ناس زومبي ذولا كتلناهم مو؟ اوقف هذا الدرج اكثرنا ترى لا هنا ما اذاني متاذي خل شوف لنا مكان ثاني تعال وراي انزل جوا هنا اكو شي تعال خلينا ننزل بالدرج اي قصدي هاي نزلي هاي هو مكان طبعا تعال اللي تعليم شنو ما جاي معقول يخلص طلقي ليش ما جاي فوق شاش بيه بعد تعال من هنا ننزل لا عبا شو ما يفول طلق عده طلق بس ما ادري ايش بيه مقلل سلاح كان سوينا ابو خلي اروح من هنا بالله. ايه. يعني بس دق ما نقطة سوداء. اي دق ما بالقاع تصير شلون اللي مبينه هي اماكنها معينة. لا هاي خويا متى اخر هاي اخر شيء نخليها. خلينا نطلع منها. متى اول هي ماكو. فاضي بس هاي الدويرة قصدي. ايه. احنا جينا منها. هاي ماكو شيء باب مسدود. اذا من هنا. قبل نطلع تعال. خلنا قبل أن أصعد الدرج خلنا نطلع منها ها هاي مش اسمه الدويرة عوفك منها الدويرات آخر شي نخليها
عندنا طريقين، خلينا نشوف طريق الأيمنة. اه وانا في اليسار. يلا بكيفك، كمان نشوف دبل. وانا ما اعرف ادق ولا تمشي. هذول الزومبي اوفر خليك تدهم. خذ الدقة هذه. إذا عقاص طقة واحدة. رجعنا ماكو شيء منه. هسه هذا خلينا نخلي عليه ماركر عود انه تم ال. قلنا اللي يسرى ما رحنا به مو؟ ما رحنا به، قلت لك انا رحت ورجعت. ايه ها يسرى الدويره خلينا نصعد بيها برضه. لحظة هذا المكان طابيله قبل؟ لا لا ما طابيله. هاي مومياء عندي شيء لو ما عندي خلينا نزيد والله مسدس ناخذ بك سلاح غالي سوي غالي. خليك بز منا هذا الزومبي فيه. زومبيات ايه ذولا فوق جاي يجون من فوق. عاشتك هذا من واقف جاي من واقف جاي عندي بالك فوق؟ ايه تعال تعال انزل انزل داوحك يلا انا راح الزم خلص قدامك هاي بدك ما يتاخر الاخبار صاير بس ما يخلص شلون قسم ساعتي هنا على على الدرج على الدرج مو على البراميل وجهك على الدرج على البايات والله اي كلش بصف البراميل وصعد اه اوكي لا صف البراميل وصعد وجهك على الدرج اوكي عشت. بس على الدرج نمشي ورانا خلينا نصعد على الدرج والله همزين همزين شنو هو؟ مو هنوت قالوا ساعة يموتون شبيهم شو سنغلط واحد معدنا يرمي يلا ها سائلية حتى ما واحد يرمي الثاني خلي الثاني هذا باب انا الشغل بيه هذا عوفك مني شيء متاح بس مو مثل ذاك المعبد لا اسهل يعني لان هو مكان صغير شوف هاي الصعده وين تودينا برضه صغير شوفها كامل اذا حتى دخلت انا بسيت اكو اوقف اكو دقمه هنا برا الحمد لله
فراغ مال شنو هذا؟ يمكن مال ها تدري هذا يا مكان؟ هاي النهاية يمكن نطلع من عدة. اه. نقمز على الجهة الثانية، هاي المكان شو ما نروح من عدة اعتقد والله. اي شوف هذا المكان شو ما نروح من عدنا. هاي احنا قبل نقمز من هنا نروح على شو اسمه. حطينا سيارة هنا. اي تقمز على الجهة الثانية قبل لأن هاي عالية. هذا خلي بالنا مكان نطلع من عدة حتى ما تجي. كم بعطافين ديش الجهة هني؟ نطلع من نطلع من المعبد. لان باب الجو شلون هو من هنا اي بس احنا سي نقدر لا من قلت لي ديك جواها ماي اي جواها ماي بس ما يعني ايش اسمه ما طلعك من المعبد شنو ديك شنو طافه هذه ها يوديك المكان السري بلوت بدك ما تدوس اي اما ديك جوان انت شو اسمه صوت زون بيال اي كان مكان شنج جديد ما طبيعي انا مو لا هذا مس جينا من هذا مو إيه جينا منه بس أوقف أكو مكان عبرناه لحظة تعال وراي أنا بس ندوع نريد هي دقمة يعني كل ما سيرفر يصير ستات يجي مس اسمه مكان واحد تطلع من عدة يعني ما تعرف تب مكان إيش تقريبا ثلاثة أماكن له أربعة واحد هذني ال شلون دول المومياء الأربعة لقيناها هذا ما طبينا منه مو لا هذا طبعاً يعني. وهنا شو عندنا؟ آه شمرة داخل شاي. رجعنا. هذاك الثلاثة جينا من عند هذا ما طبيناه. هذا ال شو اسمه الأول جينا من عند. آه. إيه. طبعاً من الدار الستار قرب من زواجي. هذا شكو هنا بالله ها تذكر ديك النقل طلع من عدته قلت لك تتكمز على هاي الجهه على هاي الجهه واخر شيء نزلنا هذا مكان حفظنا خوش خلي ولي بعد ما نروح له هسه بعد ننزل ها طب هاي الحفره على راحتك درجه حراره اخو مو عالي عندك زين تقدر تمشي بهاي الحفوة ناش عدني اوقف لحظة اذا شو اسمه يقول بس عد بالله بس خلي حاول انا هاي شكو هنا انا بالله يا عادي تقدر تسأل بي كيس عدي لو اسكار ها اسكار اخذ عندك مجال؟ ما احتاج اسوي اه والله انا قلت ما احتاج بي اس اس كي عندي اه اوقف خلي هاي اخر شيء بس اوقف بالله بس يعني قد نصعد لو اكو غير مكان اكو جهه ثانيه لو بس جهه واحده بس اللي دعوا شكو هنا يعني تسوي لو ما تسوي ماكو شيء هنا هذا مو هنا لا في انا بس اريد اعرف هاي هنا أنا. اكو دقمه ولا ما اعتقد اكو دقمه ماكو دقمه خلينا نرجع هنا هسه لا صد ها احنا اجينا منا مو منين اجينا اجينا من اليمين اي يعني صار ما راح يلي اي اماكن اماكن ها هذا المكان اللي بدنا نلعبه له هم زين طلع من هاي وصلنا له هم زين ما قوزت هذا المكان اللي بدنا نتفرج له بدي تعبوا له من هناك شنو سكوب لو خلينا نشوف
ارجع للناس تعال. عندنا بطارية تي واي مو؟ عندي بطارية يعني المعلومات عليك وعلى النحجات بطارية تي واي. شنو هو؟ هاي قلنا اجينا من هنا، يمنا قلنا اجينا من هنا ومن هنا؟ احنا اجينا من هنا. من هنا تعال من هنا بقى هذا المكان ما اجينا من هنا. هذا شنو بارت؟ ناخذ لنا البارت. بارت؟ كم تاخذ؟ عدي من ايش تسوي؟ بيعه كم يباع البارت؟ اي ب 150. ها عافية. هسه ما عندنا شيء بعد من هنا. نرجع للمكان اللي رجعنا منه. والله يشوف البارت اضلقه هو العيق. ايوه عادي. ها هسه ننزل هسه هاي منطقه كل عرفنا انت بس تعرف الحدود تيه البقيه. والله حل بالجوز الدول هسه بقى هذا ما طبينا بيه مو او رجعنا نطيح على الحظ يمنا يسرى خليني اروح اول مره هنا اول مره يمنا بالسرى اه اوه بكي مسدود بي نو طلعنا فرع ثاني يعني منه بس صدقك النخر والله اوكي اه لعوفك من هاي السالفه تعبانه والله هذا المكان الرئيسي تجي من عنده من البوابه الجوا عوفك من هسه ولا هم عوفك منها هم ما دخل تعال منها هذا جنم عندي شبيه اوكي اي مو جنم عنده مو هابي فروع هاي صعدة ما صعدنا منها هو هذا اجينا من عنده هذا شوف هاي منها اجينا هسه تصعد لفوق روح لفوق وكمل وانا تعال شوف هذا المكان تعال شوف هذا المكان فينك هذا هم مكان مخرج ثاني بس هاي من تقمز جوز لو تنكسر يلك لو ما تنكسر داخل منها يا تعال هسه منها اه اي لا تعال تعال خلينا نرجع لمكان البدايه لا خليني كمل هسه اروح اول فرع قبل هذا اي انا لك ياهو هذا النزله لا مو هذا هذا آه. ها اللي جينا من عنده هذا اي ها هذا علي سمعنا ايه. انا هذا نزلت الدرج قلت الدخول اي هاي نعم بس اقمص اول ما تجي اقمص لا اوقف اوقف شنو اقمص اوقف طيب مجال هذا مكان البوابه شوف هذا اسهل لا لا مو هذا مكان وائل طابيل هذا ما طابيله نفس البوابه هذا نفس الدرج عابر الجو شبيك انا هسه غير مكان طالع لي بس بوعي انت طبيت؟ اي بس شيء اقمص هذا مكان البدايه شوف بوابه هاي البوابه هاي البوابه نفلشها بالهمر هاي شنو زومبي وينه؟ شو هو المكان؟ انت طلعت قبل يمكن. اوقف اوقف مو تيمي اطلع شوي لقدام. يلا هذا انا مو اوقف تيمي اوقف هذا انا. مو تحطها فيه. غير اسمك فوقك. هذا مكان البوابه الرئيسيه اللي بالهمر اللي تفلش. مو طلعت برا طقان الضوء. اي ما شفنا. اي ادد انا اللي بديت ورا شو اسمه قلت خاف من دراسه تجيني طلقه جمعت بالحرب تعال عادش جاي احميني يعني انا دم نقص كلش خلص الباندج وما طاب نعلى على ابو انت باندج ب 15 بخير ما بي انا ابغى احد داويك صرت موميا اوقف لنا خلنا ناخذ سلاين
اي هاي واحد عد معلبات اخذ بعد وحدين وشين لا وحدة كلش كافية والله هسه انزل هنا هذا زومبي ليش يعني ما يعرف اللي... اه شبيه؟ وياك طبينا سوا شوت قاني ها شنو هو اساك فوق شو بتشيلو يجاتي طيب شو اسمه من جهه ثانيه متذكر طلعت النمو؟ شو الزوب الجو يوبو تعال تعال اصعدنا بهاي الحفره شنو هاي صعدت ايش هاي يوقف لحظة لازم يسعد مستحيل بالله ماكو خوي ما يسعد مو جعلنا هذولاك يوم الزومبي بس مكان مسدود ما يقدرون يوصلونه تعال خوي من هنا امشي على الحافة هيجي ادي ايش قابل قمزون اوه قاعد يجون شنو هذول من جاي يجون لا منا تعال منا لا لا منا اي منا منا صحيح منا بس يوقف اكو يمكن زيادة منا زوبي قدام زوبي واحد ما دام شو اسمه اذا راح يجون جماعته هذا عليك مني طالع ثاني بعد واحد ثاني طالع واحد من الدرجة جايز عوف من هذا المكان هذا ذكره من ساعة وصلنا خلينا نكمل لي قبل بلا هاي المكان قلت من ساعة طبينا عليه ولا بينزلي طبينا عليه طبعا يعني دراك الزومبي اللي صعدنا على شو اسمه دق ما وين مخليها خرب حظه يعني لوتها قوي والله والمرات ومرات بس هي حلوه يعني دق ما يدوسها ولو بيطلع صوت وحش ما ادري شلون بس احنا جينا منا اوكي أوه.
منين يجي هذا؟ من نفس المكان طلعوا من عند الزومبي. زين يا اخوي. والله رجعني للقاعة الرئيسية احسن. ها اي يوقف لحظة لحظة، تعال تعال بهاي الحفرة. هاي الحفرة من ساعة قلنا خليها اخر شيء ونسيناها. هي بغت بس هذني بعد ما يعني كل دورناها. بي هذا مسدود. هسه شنو هو؟ خلينا ناخذ القبض. فرع القبض. بي شنو اوقف؟ هم اربعة. هم اربعة. هاي نزل جوا. نقول خلنا ارجع. هاي وين طبت انا جوا القاع هسه؟ جانيك هنا. صعدك فوق. شنو جوا سان جايز؟ فوق. هاي عشان يا رب والله لقيت هالدقمه بس شريد منك هدي ولا سوى انت وقف لي انا ادوس دقمه وانت تسمع اوقف بس خلي نحفظ المكان مالته شنو هذا شنو السلاح هذا اي اس ار 1 هاي دقمه باوع لها هاي هل شيء عبارة دق ما يشتري لا شو اسمه أتري بس شنو هسا أكون نحفظ مكان بحيث نرجع رأسا دل شو اسمه هسا أوكي خلي أحفظ المكان مالتي أنا جاي من أنا راح أدوسه من راح أدوسه منين راح أجي راح أصعد منه أنت وين واقف لي هسا أنا واقف لك وين تقاطعك حتى لا تجي المكان هو حتى ما طلع هسا لحظة خل أبغى لو لا هيك جاي أجي من هنا بعلامة الزيت نو بطلع قبل. هو سو أحصل لك أنا نو طلعت من هنا هم صعد فوق أي تعال. تعال هاي من هنا تعال من هنا. اي قبل 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 صح قبل قبل هم قبل تمام شنو هسه شو اسوي؟ مين راح ادوس الدقمه وين نروح؟ نجي من هنا ايش قد طول هي؟ اي هاي خوش قدامي طول هوايه والله هاي انحلت تعال تعال وراي فماكو طفرات ما بيها طفرات هي بس هاي هيك اقوى تعال من هنا هاي قبض اول وحده قبض قبض كله قبض ثاني وحده قبض 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 هاي يسا عيسى عيسى النوبة هاي نزله تمام تمام ترى بعد ما خليت هذه كلها خافتين يلا بكيف يلا خافي تسمع صوت وحش غلس عليه هذا بس صوت ماكو شيء يعني والله عشان قصدك واخذني يبغى شيء بعد قمزت قمزه بوقتي هيك اذا اوخر الليل اشوف لو ما اشوف كش ما اشوف لا اخوي سالفه تعبان هو ليلي وضم عندي يلا راح ادوسه لا هيك بصمك ما اقدر غير هاي بوقت انا وابا لعبت والله طفق الطفره هسه وقتك تعطى شرب حلو قلنا حارف زيت هيك شي نصعد هو جاي كان بس انا هيك حافظ على مود ما انسى اي هاي طيب صحيح تعال ايه وائل ذاك خليه يختج زفره والله ذيك يضيع تعبنا كله بيك تريهني لا يعود قول غيرها لا ما لا قول غيرها غير تفرنا كلها قبل يا الحمزة
لا بربك تعال. حافظانه كله قبل لحظه. غلط هذا غلط هذا طريقة. اه. هو علي غلط. تعال تعال منا تعال. خايب ربك بدي اسنان ثوني. اه كم منا؟ اه انا جيت منا لحظة انا صعدت منا زقزاق تعال تعال منا وا تعال لا لا مو منا. جمال لعب بعد. منا 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 هذه هذه تعال. يلا جاي. تعال تعال تعال. تعال. تعال تعال ايه. تعال تعال من هذا يلا قول بالضبط انا مر ابدا قطعت دم وانت تعال تعال مو لازم تجي وياي اي ويا اخويا شوف شريط باع شوف شو راح اسوي باع شو راح اسوي لا اثول يو ادغمس وقمزت شلون اروح؟ تقمز أو تقمز وتصعد على الدنقة مقابي. على هاي الدنقة؟ لا ليش الدنقة الثانية؟ اي. قصدك هاي؟ اي هاي تقمز عليها. ما تقدر توصل. سبع، دوس اقمز. يباك زوم بلا يجونك. روح اطلع قبل. شو راح يختفي يلا لازم ندوسها مرة ثانية مو مشكلة بس أهم شيء تسرت على الجهة الثانية حتى ما انتهي. محمد بس تيجي أنت شو أنا جيك؟ يو أوديت متت امشي أخوي امشي. تعال تعال كمل تعليق المكان تعليق المكان تعليق المكان اقعد اقعد. أوه مش عارف الصوت. حمود اقعد. ها. صديق شدي سلاح النجاح توعد اي عبرتك هو امشي ابوابك نسيت عبرت البوابة ولا عبرت البوابة نسيت أثبت ناي الموطئ ما لحق بعد والله لازم أحكم فيك هي نادي ما هم زين زين شو نسيت عادي كان أطلع شنو مشكلة خل أنت تكمل شنو أكمل أنت تعرف أنا وين ميت سهل بلا خلي شوف كان ادمن لا بس اذا اصيح انا ادمن كي شوف خطتني يقول شلون طبيته والله عادي دحين ها ايه حاشي هو عدنا ترى انا شعلي هو اثبت اي هذا ادمن جابني هنا هلو سو اي جاست دايد ريسنتلي ان And it, I like the ice temple or something. Okay, sure. Because I didn't want to just leave it around, you know. So I should drop my stuff first? No, it's okay. Do you need a ride? Oh, like I died in the, like the top temple, the ball temple in the north. Yeah.
I hope if you could like teleport me there or by heli. Well, I don't teleport people around, but I will give you a, I'll give you a lift up for that time. I don't have now the beer belt. ايش اسمه انا ما ودي ناس مو عندك قدره على مود تسوي تليبورت بس لا تدي ودك بالهليكوبتر هناك لا هسه تحصل يا تجي بيا شيء ها هسه تجي بيا كيفك بس ليش صوت ناسي جاي يطلع زي ليش ما وديك هو يقول ما عندي انا قدره اسوي تليبورت الا بهليكوبتر مالي ثلج همينه ما عندك تبريد عده طانيه والله وشلون راح تنزل الجو لا انت راح في الوضع هذا شيء انا مفوت مو اسب بس do you mind if I like I am wearing now the big belt So I am. Oh, never mind. Never mind. Did my aim back to me? صوت طيارة. إيه. جاي فكر شلون يتقل اصلا من جوا راح اقول له بس ما عندي انا حاليا هاي الهامر يا هامر اللي فلش نبيه شو اسمه the problem now is that we opened that the gate with the Thor hammer, but that was like some days ago. Now I think it's blocked.
قطان اياها المطرقه اه والله راح في ضحكت علي قلت لي ام احنا فاتحيها قبل مده قبل كم يوم وطلعنا وجعنا موت انعاد السيرفر فتكونت هاي هم دول العرب Thank you very much, sir. Thank you very much. زي شو راح تجينا؟ شو السالفة؟ زومبي هاي مو عندك. جا اخويتي تعال. آه. والله. اختفوا أصلاً. ما عندي لايت؟ لا عندك لايت، لا عندك سهام، لا عندك قطام. شو تشوف أصلاً؟ أنت أنا على ما سدين الصبح؟ أنت ما سدين الصبح، إذا سدين الصبح. لا صير، إذا صير تسمك لضوي. أسين أنت نظام والله. ترى يسد، لا يسد، لا يسد. زين بس دفتيم انت شموتك مفروض مو شو اسمه اقمز مفروض اقمز مو قبل هيك شيء جيتت انا نسيت كم تقول جواك ماي ما تموت صرت كلش على الحافه بين الماي وش اسمه ثاني أي وصلت للقاعة الرئيسية. بس القاعة الرئيسية شلون أقدر أوصل لها؟ أو خلنا أجيلك حمود. لا لا خليك تبقى مكان خليك. حمود زومبي ما تقدر والله. زومبي كتلونك خلنا أجيلك. شنو؟ 70 متر عني. اي منتجة واسع شو اسمه؟ لا هسه انت اسمك ما موجود يعني مبين عندي. ليش؟ ما هي اكس وين هذا؟ وصلت للجثوان ما يحتاج. اه والله. حتى نزوم بعد ما قدر نوصل لها وصلت الجسم. اه. جسيتي انا هاي هنا. هذا كله ماي. لا تموت حمود لا تموت. شوف طحت كلش على الحافة. وين جيت؟ هنا. والله بس خليني اشوف اقدر اوصل لها. اي. خذها يلا. غير انزع الهواس. البيت لا يعذب هاي كبر صار اخضر ليش بردت اي هو اللي صعد ما اخذت الغراب كذا اخذته شو هذا البيت شين الزرقاء اللي شو اسمه البدله ما تدوب ثاني انا اصعد خايب اصعد غير يصعد المطي شنو معود استوى علينا ابو طير والله مات ها عندك مدوسة صدق اقوموت اقوموت هل سعدنا احنا شنو مشكلة ليش ما يلبس هاي هنا ليش ما يشتغل
هاي المفروض وين تلبس؟ شنو هاي هنا؟ بيلت؟ هاي الملوت اللي انت خاف. اي هاي المفروض هنا تلبس. ليش ما يلبس؟ هاي المفروض وين تلبس هاي؟ مكانها وين؟ ها هاي لين هاي بيها يمكن. اكو وحده من هذين جاي تاثر عليها. هذه ايه هاي سلاح مالتي باندج هارد. هذا باندج كلها هي صايره سودة. وحدة اثنين شراب باندج باندج عندك اثنين صور. لا تموت خايب. ما اقتل ما اقتل ايش مخليه. طيب يلا ما ضل شيء. خرب يوم ذا قفل. آه يطلع يا الله. طلعت من القلعة كذا حم. آه يا. دوس دقمة. هنا يا جد. دقمة دوسها. وين أنت؟ نانا يمش اسمك. كان ما عندك. طول بالعشر دقائق تقريبا. هسه شنو هو؟ هاي دقه بالنص نقمص. اوكي بس مو تقمص وايد. واحد. ايه. يلا. خلصت؟ غير يطفو المطي؟ لا يا حمزه. نسد الباب. نسد؟ ايه. شلون؟ انتظر انا هسه خليني اقمص وارجع لك. المراجع. المراجع. ها. انا حروح. يلا. بس هو غير يكون عندك؟ لا لا وين راح وين راح تعال يرجع. اوقف دول الزومبي جاي اسمه. خلص على هنا حتى ما يجون. هو هذا الدرج. القاعة الرئيسية وانا القاعة الرئيسية والله بس هو هذا الدرج. نزلنا من هذا الشيء. لا لا اخوي مو هاي بس رجع روح للقاعة الرئيسية وانا اقول لك وين تروح. اشرب ماي طبعا عطشان انت. روح هسه انزل جو اطلع قبل. لا لا مو هنا مو هنا عفوا من المنطقة عفوا من المنطقة ارجع ورا. اي اطلع هيجي انزل بهذا الدرج المقابلك من هنا وراك 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 انزل من هنا اطلع هناك قبل طفي اللعبون نفس انزل جوا كلش بعد انزل من هنا بهذا الدرج بهذا الدرج اي اطلع قبل على يدك اليمنى اي والله اي ها ايه. هو متاكد هو يعني مكان ثاني ما نعطيه ديش الشبشه نزبيه ايه. هذا نعطيه حمود ها وعلي جاها اطلع قبل يعني مكان ما اطلع منها اطلع قبل قبل علي الكيمني اي من عندنا اي ايه. اكس اكس من هنا ديش اي هاي شوف هسه انتظر صار بيها خبر الله هذا اول فتحه نعوفها الثانيه نعوفها نعوفها الثالثه نطب بيها من هنا ها وهسه وهمينا باليسرى نطب بيها هسه من نرجع على شكل حرف سي ها نرجع يمني من هنا وكلها قبل ها يمنا بيمنا هسه احنا اول ما نطب يسرى ايه بيسرى سهل ها بس من نرجع يمنا بيمنا ها وهسه همين يسرى والله هاي ثابته اي سولف بيها هسه عمو قبل الله يمنا يسرى بس ما غادي
نزل انا من هنا اروح الى منها اي نزلي قوي وصلنا ان شاء الله ان شاء الله الله يستر هو اي منا صحيح والله اطلع قبل اي عبو منا خرب يا من المكان دوسي بس اي والله روح على تستاجر احنا مين حمودي قلنا من هنا شنو اي من هنا هاي 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 جايك بويا وصلت اوقف ارجع لمكان بدايه وينك وين البدايه هسه ما يصير خاف اموت والله ليش تموت شعاع ما ادري شنو يقول جسمي هسه من يخلص روح وين يا ستي روحي مو تدخل اوقف ليش خلي يخلص شو اسمه ينسى الباب ويروح على الدخان راح ارجع عن الباب جدا نجم والله في اس اس كي خمس مرات ما يكتب والله خمس مرات يقول لي اربع قوان الشواجي ثلاث مواعيد
شو ايش قلت اخر هالسنين وصلني بعد مين سدي باب ذاك الوقت الموسيقى هاي الموسيقى تخلص والباب ينسد شوف ذاك يا تسد عين ينسد والله دو انت تلعب روح من الفق نسيت شوفه طع انت بقى هسه خلي واحد على السواد يا الله بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد شنو السلاح هذا شنو اي اكس ار 1 هذا اوزي وين احط هاي وهذا شنو هاي ينزل جوا اي ينزل جوا نطلع من الخط ومين ينزل شنو البطاقه وال بطاقه خضره والله كاسيت هذا ما ادري ايش سعره هذا كاسيت ما ادري ايش سعره يمكن غالي بطاقه خضره ثانيه اي هسه جوال ينزل اكو شيء اشرب عليه اخذته خاف ما وين تنزل جوا من هنا باوع من هنا بس انا اجي اشوف لك تعال من هنا هيك من هنا انزل نوب انزل على ها ذاك انزل على هاي او في لحظه انزل على البامي ارجع 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 انزل على هاي نوب شوف ذاك البامي شوي نزل خفيفه هاي انزل فوقي ATM تقدر تبوقي ما ادري شنو روبينج اوقف required an item خاف البطاقة الجرين كارد خلي البطاقة بالله بيدي يقدر تقدر تبوقي البطاقة خضراء اي شو كذا؟ كريدت كارد شلون اقدر ابوك يا طلع؟ ليش مو هي بطاقة ولا شنو؟ هاو شو؟ رو اي تي ام بالمعبد كذا بالمعبد شوف دمنا بيناتنا نفس النقص نفس الطيحة الجواد يجاوبنا ايش هاي بلا ما خليطيك يا خافاني عندي مشكلة خلي الشمول يشيل رخيص اول مره اذا وقع فما يختفي ما يختفي تمام يلا خذ هاي البطاقه وحطها بيدك وجرب بلا اوبن بطاقه بيدك؟ اي قل ضل داس عليها على الف على الف؟ ماكو بس يفتح يفتح البن بس شنو يعني تعرف سيما مكتوبة معي طقي
وكذا وما انجرحت. خفات شاكوتش والله واخذ شوي واخذ هذا شاكوتش سطرك بالمكان. شلون ينباك هذا الخط؟ والله خير شيء دايز. هو من شفت الادمن حكي طرحت السؤال بالكي جاوب. ممكن ما يعرف مخاف كوبال هاك تول. اكو شو اسمه هاك تول، اكو جهاز اسمه هاك تول هو اقدر من خلاله نبوق شو اسمه هاك تول. عندنا هاك تول بطاقه هاك تول اي شلون، مو بطاقه شلون جهاز مال يعني يخترق اختراق. عندك هاك تول؟ لو هاي يمكن حسابنا قبل، عندك انا حصلها قبل هاك تول بس هاي بحسابك يمكن انت قبل لا يتاسيت. بل ما طلع المواد اللي عندك. شلون شريط ماكو ما موجود. رجع نشين اخوي. بس صعدنا منه هاي مكان نفس الديزني بيل دقمه صعدنا فوق. اي بس هو هذا اللي تشرف لا هاي بس هاي البطاقه خضر ما اعرف وين يستخدمه يمكن في شيء. هاي المتاجر قال لك تاخذها اكو متجر ازرق متجر احمر دي شيء تصير لونها شو اسمه شفاف ام عبال انا هي اول مره. انت مشي وايد والله كريم. انا يتعلو اكون في شيء عالي عشان وين اطلع تعال وراي بالله فكر لا يرجع لي بالساحه لا هذا هذا جديد اي خلينا نصعد هو انا اريد نصعد بعد 15 دقيقه ويست السيرفر يقمز من هاي صعد دنك هو صعد فوق.
وراي غيرك؟ تعال صعد منا ما يدخل بيهم. M60 اوقف هذا مكان مالوف عندي. منا تعال، منا تعال، اطلع قبل. اصعد منا. الهواء الهواء. اريد الهواء اشوفه. ضوء الضوء اريد اشوفه. بعد هذا المكان وين؟ اي اوقف هذا مو يذكرك في تشيل وما يذكرك. لا هو ما ذكرك. كنا ما له اوه هو هنا. بيجي يشوف الزومبي ذولا. شوف الصدى تو ولا وصل. مجسمة دي باك لو توقع لو شاف فتحة ما ادري بيه ولك هم زين تحكي ايه 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 خلص طلع فيك ما جاي تبني شو شو عجب شو؟ يلا دوحك على ما زملك ركن. شو عجب الأخضر زين؟ خلص. يلا بعد منازل يلا تعال وايد يا الأسهل هاي أسهل مو منها هاي شنو هذا سلاح حمولي شو اسمه M4 أعوى سلاح بالوجود والله بناكي كان السعر ما أدري بيش أخذ هاي الجهة اللي على يدي اليمنى أسهل لا هاي الثانية مو أنا قزعي جهتي نطلع من بس ندور لنا صاعدة كم هاي لا هاي نزلة بصديقتي بعد كسر وين يركض اطلع قبلي وين طب توقف طلعت بقون انتظرني لحظة شنو ايش لقيت؟ نقرا اوكي قف بيك شاطر طالع قف عندنك يطلع لي المعبد وانا ما وصلت نزلي هاي نزلي جوا لا 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 تصعد مو ما دام باب ذاك رئيسي مفتوح قبل لا يرسد بي لو يدري باك دي باك قبل صيد تابوتها قبل لا تشمر روحك شو السالفة يعطي شو اسمه بنفس الوقت شو ماله هذا شنو مسدود
تعال من اول راح هو نفس المكان رجعنا منها تعال من هنا راح عندنا مفتوح شبيه هذا صعدنا احنا منها وقفنا ما تاكد؟ ايه احنا قد نروح كونديش الجهه شلون نروح ذيك الجهه رجعنا اخوي منا رحنا مو؟ منا رحنا مو جهتين اوقف منا ما رحنا بي مسدود داخل رحنا خلي رجعنا خلي تولي دار ها اللي قلت لي بس نطفالها وينها؟ السياج بس الطفرة لا اصعد اصعد اي اي ادي اذكرها انا اصعد فوق وينك هو؟ ما اصعد اي نفس هذا المكان اللي شو اسمه الدويرة ما شنو؟ اول ما حمل الدنيا وينك انت؟ شلون جيت هنا؟ نزل اوقف تظل ها شنو لحظة؟ تعال منا وراي مو؟ ايه هي احنا ما دام بقى على اي سيمونا طيب رجعوني ايه عطل فني هذا مكان ما طبينا بيه مو؟ هذا مكان ما طبينا بيه نزل جوا هنا لو ما نتعوق مو؟ احسها قريبة ما يقدر يعوج الحديد هذا مشبك شنو هاي؟ نزلت؟ اغمى علي والله شوف دم اخو ما جايز اخولك وين واحد ما يقعد من بعد وريستارت انت بس شوف واحد كل ما جاي تخلص يلا خايب ايش هي وقع من 15 متر شو السالفه لا امزي صح صحيت هاي علي من انا واقف حلو هاي هاي شوي هاي شوي لو واقع منك ميت ما يحتاج بانديج بس يحتاج كل شيء يحتاج على البانديج ما كسر عظم والله اذا هو طيق صيح وعليش مو راح والله يستر وكشف دمك صار بي هسه عندي هذا القنبله ايش عندي بعد من هنا وين هذا القنبله موقفين وين موقفين الجنطه وين الجنطه هاي هاي الجنطه ما عندي موقفين بين كيلر هذا لكن بوجي بين وين القنبلة هاي؟ وشو عجيب مال بيكا زين مخليها انت؟ ندب ندب فويش وين؟ فويش عبر عيد قلبي استمع صوتك عبر مو؟ ها ايه وقف ها تذكره لقينا بيه سلاح مقلج ايه يعني هو ذكر هنا احنا لقينا شو اسمه بي كي سي بي اس اس كي هناك بكي طالع واحد ثاني شوف البي اس اس كي هناك هذا بعد سلاح مقلج هذا البي اس اس كي لا مو هذا مو هنا بيب 60
ها ذاك المكان مو انت ضل خوه منا منا بقي تحصل شو اسمه او وجع الطيحاني هذا هسه راح قوال تقول جوثان جويثي والله تلعب اي يمكن منها صعده ونوصل شو اسمه للنهايه زي هيك هسه شلون يقمز لو يقمز عادي ما يقمز ذاك الله يهدي عبوة أبوة لا تلعبوا لا توقع مثل أخوك شين صار هندس ما يقدر واحد شو المرات يخلي اللاعب راسه يجي على الحائط يخترق شو اسمه يشوف يعني شكو ماكو يرجع غير مجرة انت الصيف مثل مستبن شو ناقي بالمسبح لا وقامس لا وراجع غير بتاني قد يجا تطلع صور وقت وين فوق 15 متر تصعد نيدك اسد بس تنزل ما تصعد اذا هي ما شاء الله كلها دروج اوه لحظة لحظة هذا نفس المكان البداية عشان مو هو والله انا كسي عشان اروح شلون والله اي بس بعد ما مستلم بي يا اخوي تعرف تعبان انت وينك هسه والله انا يم الحفره الطحش دقيقتين لحق وصل البابا ريس ما لحق زين انا لحق ايش مره روح من نقرا وفي هذا خيارات تقولوا علي وحش شركه وراه جاي اسمع صوت واحد راح يجيني هذا اسلحه اخوي يقول طيخ اول مره طبيها او هذا ماي زرب رجع مثل كذي هذا المكان يمكن مال اي تي ام هاي لقيناها جوا اعتقد اي وهاي طفرناها ولعبنا نفس خبنا جاي خلنا نراويك هاي شامة الجمال سوت بث سير هاك شوفها شلون هي هاي؟ اي حلوة؟ بس والله مؤدبة مؤدبة بس هي تخبط الخراب خربتش هسه هذا لايف؟ شو ذا أزواء هذيك؟ وطلعت بالماي شفت ان
جاي يطلع بالماء اطب واطلع انت اسقي لك بس خليني اشوف انا ليش والله جو الماء طلع بكي راح يساعدني والله سافية هاي السنة قلت له سوى ريستارت اللي قد روح جو الماء هو كتبت النوبة متت قدامي هذا ادمن يجي ادمن ادمن اي رجعنا رجعنا والله عمي الشريف thanks but my loot I think well I don't know exactly عندك وايد بدلة راح اموت بدلة ما عندي او بدك ويتين او it's so cold I don't have يقول لك خليها خذها اي هو جاي حجيت قلت له رحم الله والديك جاب قبره يقول له رحم الله والديك وين يروح رحم الله والديك thank you very much وانا حمود حصل مشروبات من كل ما يموت حصل له مشروب دك حمس هاي تابوت من الثاني هاي الحفوة القشرة جاي يحكي لا يحكي جاي يحكي ما جاي يسمع شي هاي يخفين عود شني شي اسمه صار عمي عندك كل الصلاحيات خاف قلها ما تطيني ديني بي اساس كل ها؟ اختفي؟ ايه يلا تب يلا بس هذا هو شغل اوه لا اطيح بالدقر انا هون ضف الحرارة ما يحتاج قوية قوية. يعني زين. هي مساحة هي بس هاي مكان ما نزلنا به. يلا أنا راح أصير نحتوي ما تكمل طايح فوقي. يعني لو مساعة
شامرين روحت من هناك، كان لقينا بهذا الطريق البوابه الرئيسيه وطالعين من العمال نفس هذا. اه والله سنقها اكيد ملزوقه خرب انه حظ فقر. شنو البوابه الرئيسيه هاي؟ زوم زوم الطريق الثاني فوق لازم. جون بجوة ما اشوفه من فوق نبغى يجوا من جوا. وقف خلي فول عتادي ما ضل عندي. او خلاص لقيت من هذا الدرج وقف هذا الدرج وراك. هاي شو اسمه الدويره شو صعدهم؟ تعال منا هاي الدويره خوش تعال صعد بهاي الدويره. جيني ما يصعد منا ما اقاي بس نزله اذا هذا المكان لا اخوي يتخوف يتخوف منا غيره غيره هذا تعال منا احسن هذا بضلنا وين يودي؟ آه هذا مسدود. نزيد جوا. أوه هذا زوم بلحظة. دباك دباك دباك. هذا كل بين كل. يا أخي ما سرع كل طق كل طقة يجرح. وعلى كثير معي ما جاء واحد. دباك ولا سر قدامك. خلاص بيصير. ويا كذا سرامي. هذا جاني 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 هذا جاني وقعت خرب ملتك اي والله ايش ماله هذا لا لا بس وقعت ابن القندرة جاني هنا الكلب ابن الكلب وين وقعت بس خلي داوي وحي شنو هالزبايد ذولي؟ اوه جرحتوني اكو واحد يمك؟ لا يمكن ما يدري زوجي القص بس ما انجرحت لا لا ما انجرحت داويت واحد هسه شلون اصعد لك خلاص اصعد منه انزل لك؟ لا لا ما يحتاج انا اصعد لك يجولك حتى وحده مترخى ما سيطرت ادير وجه السلام علينا بس ادير وجه الدول يجون علي تجيك كفخه وياك كفخات وينك انت والله اي هاي هاي انزين تعال 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 واي واك 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 هذا ما ننزل بيه لأن هو توني جيت من عندنا ساعدت لك. هاي حفرة. هي أنا قلت حفرة توصلنا ذكراني حفرة وصلتني. أو هذه. سمع صوت زومبي؟ لحظة واحد يبارك من الدرج راح يجوك من الدرج اه نعم نعم يلا تم يلا تم
تعرف حظ والله يكبر اكثر. سوى 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 انا راح افول اقسام. اجا وجبه اجا وجبه اجا وجبه. يا اخي ما ادري من يجون فجاه يتكونون عبالك. ما نجي واحد دوح دوح كان اسعد دوح دوح بس هذا ساعة يعالج اعتقد الاخضر. اه والله يمكن بهاي الحفرة وايد. عفوا من اسعد 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 عفوا او هذا شو اسمه؟ يقولون صعدنا وانا تعال تعال صعدنا يمكن هذا اي تعال يمكن هذا اي وصلنا. اه والله هاي هاي حفوه لا هاي خطره مو؟ جا ارجع هنا يعني هو بنفس هذا المكان الصعده. اه في من ايسر خل اشوف والله منا يلا ما تعنيك هنا. اه زومبي لا معكم منا ولكن منا معك راح احجج الثانيه تعالي حتى ما تيجي يلا هنا نسيف هم معكم منا. لو دمنا هواية ها خلينا نشمر هاي ما شو اسمه ونجيت من هناك. وانا هو من الساعة هاي شو اسمه قلنا عليها هاي بس ما خصتك شوف قد المسافة اعتقد قريبة. عمود خاف يموت وعد. اه شو خلينا نصعد فوق بعد نجرب. لا اخوي لا على قولتك لان هي شجرة مش نص ياتها خلنا نصعد فوق بعد. زومبي صار يا اخويا ماكو طقه ما يرجع لك ثلاث طقات اربع طقات يرجع قفاي يعني هذا البارت هو اللي ياكل وياه. ايه مو لو مو ايه والله مدري تعب الله منا. لا ايه مو انا مجروح اصفر صاير نادي هسه هاي تطلع المكان اللي بونا. هذا لا لا مو هذا اخوي. مو هذا رجعني والله متأكد متأكد هذا اكو ما
انا عندي نوم السلاين صدق نسيت وين هذا اوقف هاي القنبله يا سيدي تعال لا لا مو الارواح قصدي الدم الدم هاك هاي 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 هاك ها عندي هاي السلاين هاي هاي بس تبوعني هاي خذها لبيتها 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 هاي قضيه حمرا ما تسوي عندي هاي السلاين تعال استخدمها يا بعد استخدمها هاي اسرع وبي وك شوف الالوان رجعت اول مره ادري الحياة لون اخضر وين بس عم ينكال شنو اي مو هاي اصفر الارواح هنا شكل والله هاي آه بس من غير جهه كل شيء هنا اعتاد نفسك لا ما فاض نصعد اخوي اكو بعد مكان ما طبيناه ما جيت والله انتظرني خلي ارجع بالتسجيل هاي شنو حمودي هاي سكار خلي ارجع بالتسجيل خلي ارجع بالتسجيل وين هو التسجيل صاير بال جيمز ايش قد احنا يا شهر هذا كل هاي السابع هاي مقبنا نحتاج يا ليقمز هاي يا شباب طيحة تجي الثاني هاي من لقينا سلاح مقلج هاي من كتلناهم ذولا ها كم ساعة ليش ما شفنا لحظة منين طبينا على هذا هاي كتنا الزومبي احنا هنا ايه خلي كامل وقف طلعنا قبل طلعنا قبل هاي اسمية تعال وراي لا هاي قلنا ماكو شيء نار هاي بس طريق طويل هنا تعال اي هاي هنا تعال بس اي بس اقول لك وانا قمز ندبرها مو هو هو هذا آه. هاي الدرج هل هو الشعب الصامت؟ فويش هذا طبعا الضباب هاي شويه بيريح الشمس اي ضوت هذا هاي طبه هاي مو هو 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 حسن يقول وحش منتظرني واخر شيء يقتلني الوحش هاي منا بس اقول لك هاي هذه لها قمزي سهل اوقف خليني احسب حساب عرب لحظه هاي قريبه اه وخ بس اوقف في اساس خلي امان سبع وهو شوف مسافه ايش قد طفرت هنا انا دمي اصفر لحظه خل كل شيء يصير خاف وين ايش اسمها هاي مال دم قنبله عندك قنبله لطيف هو خلي شوف لا اطلب منها من جديد اي شيت من جديد وتعالي من شو اسمه لا اي صارت سبحان الله صارت بيضه
بوي صافه بعيده تفوق قبل طلع بنبا استجي عليه هليكوبتر قبل من هنا يا بارت بارت ما اخذنا اللي قلنا بارت بدي ما اخذنا اه ايه خليه طزبي لا لا من ها من على هاي هاي الصفوة الشجره مش الصخر مشوهه مشوهه جينيه بعد كنا ما حمله ليش انت بدتك بيه ثلج شبيك عالم تونك هاي هي البدله اللي لابسها لونها ازرق تعال منها ادري انا بروح طاير بها ويمكن هو طاير طيب الهواء والله شوفه طيب الهواء طيب الهواء ليش رجعت هو من طريق من صحيح لا لا صحيح من انا شو اسمه نزل نزل ها جتني تعال من انا ها ما هو دي مو من انا نزل ذاك يات الوحش شوفه اللي قز المكان مال وحش هاي المات اللي بقروحة بيت أعصاب ثلاثة كسرية ترى عندي خوفة من ذاك المستودع بتجيب كسع وال مع الأسف عليك هاي لا آخر شيء جل عاد من طفل قدامي قال لي هيك لا أنا قز على المستودع هذا عجبت كسع قلت له لا وال ما أدخل أنا أدبرها طوب سي خلصت سويت لي مقبرة هناك لا وحمودي هاي طفرة هاي طفرناها طحت وطيحة حمودي ترى ما تنعب هو ترى قريبة تبغى شوفه بعده ترى قريبة طوف ما ترى قريبة هو أنت ما العصر قصدي العصر تجيهم بي لا خي لا تفكر تروح المنابت لا متوقع ولا لا 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 هو مكتوب لا الموت لا لا وعلي الشلع لا 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 ولك هاي نزلت خوف هاي ويا قلبي يوف تعال أنا خايم شوي صخر كل شيء يصير تحتضني أحسن شو اختفت الصخر ما رجعت والله نازل يكرم الله قبل جوجنا حاطة تنين جوجنا حاطة تنين الأزرق طب بني المعبد كله ما عرفنا السيارة وين راحت وانا راحت فيدي المعبد زرقه الله ما اعتبرنا معبد اصلا لا ذاك لوت احسن ابو الفطايط لوت احسن ذاك الجو غير ايه لوت احسن ذاك بس انا قلت بي اس اس كي قلت ايه هو هذا المنبت احلى شيء هذا ايه بس ليش ما يرمي ما هذا انا قلت مين تحصل اول ما تلقى لازم شو تسوي ما تخليه يخلص الاخير والشغله الثانيه ما رميت اي هو اول ما تاخذه لازم تخليه بسياره ورا ما تخليه بسياره اكو هذا الخيار ما تخليه بالجراج تصفطها بالجراج تخفيها يعني اي تخفيها انه قبل يصلح ما ادري هو ايش قال بجلتش يعني ورا السلاح خلينا نشوف خلينا نشوف انا رميت قبل اطفيها بعد ما نلعب لو يتاخر شنو قصدك طفي ما فهمت قبل لا طفي الحاسبات اي لو يتاخر هو على بالبيع يعمل بيع ها هو احنا رايحين البيع ماشي صوت مطرس الوحش موجود اكيد
بنختبر كل شيء يطلع. شوف هاي جوا زومبي. ايه. تعال شلون حمود. بيطلع الوحش. اوه هو تعال 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 لوقف لحظة. خلينا نعبو منه. مو الوحش هو صاعده قدامك وين صاعده؟ اه. وعلى ما تقدر. خلينا منه نربع عليه وخليه يجي. لا وقف نهاية. لا بكي ما يحس علينا تعال منه. بكي سمع بطيء عشان لا طيب الهواء ينعود يا عايزي دنك دنك ومشي طلع نوب الثاني يرمي له طاقة يا كوني أدمن يخبث يشمونه ويخيب نصهم خطين المنطقة الخطأ. أنا طبيعي الصخرة. عشان طابو صخران. ها صور. لا أنا بتقلد جوي معود. أوه دي باقي. شوية اتحرك اللاعب يعني صار ماشي تعودي وضع هاي 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 تعاين نزلة تعال منها لا بالله اي خلينا صار شوية لا لا هاي صعيد يقلتش والله العظيم هيك اماكن مساعي قلتشون تعال تعال هاي من انا قلت لهم نروح للتاجر. هو رزق وشاعر. على قولتك. بس هو فوق مو تفوق. خلينا ناخذنا مكان بحر. انت تصير هناك وانا اصير هناك. وين؟ هم مين؟ وين المكان؟ هنا هذول يا. هذا؟ شافوك شافوك. اه. والله اصعد اصعد. سدي الشاشة كده عيان واي ارجع علي هذا قلت شمك بي واحد والله شمك
اي خلي خلي تكت ذول ال... مات 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 بس وين مات انقع هذا اجى طالع منه ما قدرت تحس لو تعاد ليش لا عدلو تو اول مره والله تقدر توصل له هذا ها ها هل وصلت لي وصلت لي جناحات لقيت هذني انا وين هذني انا خذيني ما عندي مساحه وين خليت اوقف انا عندي مساحه راح شبه بالقاع يمي شو ما قلت يمي اخذها وين ما عندي مساحه الحمزه قال لي انجن طهاي ما تصير شيء هذا مال بارت شو اجيب مال بارت هاي تولي بقى تكشيفته شدي انقشه تكشيفته شو انقشه اللي من الجهة الثانية و... بس خاف واحد ينزل يموت خلي واحد يشوف صندوق واوي لا صوت لا حس لا نفس هيك فجو هذا جاك واحد جاك ما يسوى كل شيء ما لقيت بس اسلحه بس خليه واحد يتاكد كل شيء يصير خليه يتاكد كل شيء يصير ناسي ان شاء الله الا من على الجهه الثانيه من ناحيه الجهه الثانيه وين على الجهه الثانيه اي حاده شوي حافه حاد هو اصلا اختفى لو اختفى لو من شي جهه هو وين هم سامعين طلعت فيها ها وين هم هناك ترى هناك
وما بغيت الدرجة أنا دوما أنسى أعبره معبرناه. تطلع وتختفي. اي انا هم كيف سوف ردت رجع حقا يلا بعد صح احط لك صعد لك يا على اليابسه طحبنا على لعبة الفاشل يلا مغامره جديده يمشي فاشل وخايس وقذر وخرب شرفه يطب له بعد قال المطرقه ما تلذي بالقاع حتى ما تلكسر ليه قصص بيد بابا استخدام واحد المطرقة؟ اي قلت لي وين البيبسي؟ قالت انا باوع لي قلت يا حكي خلص البيبسي انا نسيت واصل بس دي بطل بس 750 مقابل اوروبا هو حالي بيقول هاي انا بين كلا ما يسمى مال اناكي وانا صرت بجو طب والالف اما صدق اليوتيوب عالم ايوه كل شيء تلقى ايش قد العبي انا خيط اول ما قد اكو سفينه هنا هاي ما قلت لك ما شايف اي هي هنا هي هنا طلعت اي هنا هنا طلعت يمنا يعني لو ماخذين بطاقه ما تبين ايه. هيا شوفوا بالخيط طلعت من قالب التصوير هيا اه والله واجد كهرباء بس السبت شنو مثلا؟ بساعة ام ساعة شو اسمه بس الكهرباء ما بيهز ما بيه شيء ما خلنا نصير يقدر يفتح على 16 وقت خطط ليش يبي يسمع تخاف وين؟ كهرباء شنو عشو؟ يبي اسنان اي شاشه تطفى بس شلون اقدر اوصل لها منطقه؟ شنو ما حاط اصوات ثلج فايش مطلوب مطلوبه؟ خاف ركض اي يجوز خلي اروح يبضى من الجهه الثانيه اول ما زيد كنا نعطيك طلع حمولي كل شيء يصير هيا وين بيتش يا شفت بس الشرع مالتها ما شفت مو ما ما تبين من ورا الباب بس تقدر تطلع من الباب لا تقدر من يدير واحد يا الله واحد يقبض الجابش اه ماي سبحان الله هذا بالافضل اوه شوف انا جيت فلت قرب وانا عند ماي واقف بس من شو طبخ وما يختفي من لا 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 لازم هنا ما ها هنا إيه هنا أخوي عادي كل ما ذكر من دبنا سلاحي أناكي وطب جو ولك لا مي لا مليون لا مليون 100 مليون يا 100 مليون 300 مليون 100 مليون دق دق المطايا حصل بس الشاجر ما تبي 30 مليون أنت
دق دق المطاعم فصل كل شوا كل شوا كان فاك كل شيء كل شوا هاي خير من اول كان اعطيه فوزي بال ان شاء الله بنفتح ال او الزرب زومبي بسم الله الرحمن الرحيم يا برو دول كتير لا لا عليهم وينه وين السفينه قالوا هاي روح شنو هيك والله الناس القوي لا تجي لدي بابا تعال هنا زي خلي الغهاي مال اذن بس حق الدنيا قال خليهم يسمعوا وياك ما ناقصيهم هي لا تجي لدي بابا انا خايف لدي بابا انه بحجي ماي بارد وين تطلع والله صدق دب واحد بالماي شلون هذا خلي عضمي باطن الضباب كل شيء ما اشوف منه اقول لك صورتك ليش مو واضحه حمودي كلش مو واضحه بس انا احسن منك والله احد انت شو طالع بها؟ يا احسن نزلت بخير هذه تشيا وين؟ تشيا ماي ماي تبعك حمودي يمكن فتحه هاي منك ما نقدر نعبر منا بس منك ياكوي ممكن لا هاي فتحة ساي قدام اه والله هاي فتحة لا لا ايه ها لا لا هاي منا نبدا نلعب وعد مو منا كان مفتوحة وعده اذا مش على الحافة اللي قدام هي تعبرها من الحافة بس اللي قدام مفتوح لا كان ما اعرف هذا هو اه والله نرجع منا وكشي الضباب هذا هاي درجة الحرارة 100 تحت الصفر. لكن كل واحد اخلي القارب مرة ثانية. اه والله. ماي هاي. قلت لك. يونا السفينة بس بدي اشوفها. سفينة شوف مو هاي الطيارة وراها هي السفينة. الطيارة متفشية. شوف شفت الطيارة على اساس. حطام بين حطام ذيك الشيء. انت شفت بس الشارع ما شفته كذا. اه والله. كسر. شاشة 32 وما شاف. خذ جاري خذ جاري الحمزه والحل الحل انا اقول لك تعال لا دب على القاع يا طيزي شوف اذا بس يجي ماك اشكال مو عاد عندك جاري صارت كلام هذا بس شوف يا اختي ما راح ننقع احنا شويه بس بس هاي شنو اه ما شاء الله شو خوب شو طابيل البلد يا الله يا رب اي والله شو المطايا هاي جاي تلعب وبداك والله يعني البلد ذاك يا وبداك يا حمودي نوب سمعني اربع سبعات ديلك والله لو طابل البلد مسرعني والله غباء تتجك يمكن من هناك كان الاقرب والله العظيم اقرب والله والله حلوه بولي بولي امشي وراك كسرني والله والله كاوي تبعك والله ما شنو باسورد يا باسورد شنو بعود اه يطلب باسورد فتحة يا يصعد ولك فتحة مرة فتحة ما يفتح عليه صعد من ساعة طلعت لا برافو ايه قصعد ولك تعال يمي يفتح باسورد من هنا اه يلا هيا يلا في حيتل هاي بصعد خرب هاي ساعة يطلب باسورد بدك غير صعد اي صعد شو يطلب باسورد انا لا لحظة لحظة لا هسه صعد ها ارجع ارجع اليابس ارجع اليابس سألتك تعبان هذا ابوي قصه سألتك تعبان بوعي جو بوعي جو وتقدم علي بوعي جو لا بوعي جو اي وتقدم علي هو صدق ايش يسوي حمود يعود تعال وراك انا يصير عدا هاي وربك فر انا موت محمد وياها يا هالمسافه ان شاء الله اذا بطل العراق بعد لا
تعب حتى ما اقدر اصعد. واقف انا مكه واحد. عم تشاش مالك بالمعبد غسلت شنو؟ ليون لا والله اكو طير مختصر واخر شيء وصلناه ما امس بعد لا ورجعنا نفس الفتحه رجعنا نفس الفتحه اللي تطبلها قلت لك لا امزين من انطق ما يوقعني شو اسمه هاي اياها وين تحسين؟ تحسين اختي تشذب هاي؟ ايه هاي مو سفينة؟ سفينة اي والله بس وقف وقف لا 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 تنزل والله شوفني نصعد لها تعال من هاي وين تحسين؟ يعني انت لها الخاطر الله عرفكم هل تلعبون حلال يعني؟ حمودي يعني تمشي بالقاع يا محمود طفيها؟ طفيها يا اخوي. اوكي. هاي عشت ايدك على اصطف ربعها. ما وصلت شخصيه شخصيه صاحبي وياك. انا مستغرب شحال ما نازل لحد الست. ابد ما تنقع اللاعب مات. ابد ابد. كل ساعه طاق اليوم يسخر انه. من هنا حمود تندل شلون صعد عند طبيت لها بس جايك من هنا ولكن عطى جعت الله اكبر لا من هنا صعدت لها من هنا تعال من هنا من هنا هذا شو ما خلي هاي هاي تي شو السالفه من هنا مو يتعبوا الناس ما خلاني او خلاكي خلاكي يلا كمل بس ماك شو منا مسدود ايش نسون طلعك هذا درج هذا درج بي ما يشتغل لا يا حمزه لا القي له ماكو طريق ماكو طريق ولا تعبوه ليش وعين ما انا اصلا مش طول الدرج شخ نجي من غير جهه من غير جهه من اغنيجي حمودي من اغنيجي ماي السباحه والله خلي شوف واكو بي اقصد ما تطير تعال اقول هو ظل هناك افتر عكا وحيفا الليل وصل طيب عنده حاسه روحك انت هي منها بس شلون قدرت اوه ايش بقول لك بعد انكسر ما في محل تعال تعال هو من هنا يمكن صحيح وقول يا الله وفق أمة محمد يا الله وصل احنا ايش بس ايش الغوضة احنا قلت لك انا مستغرب ايش عجب فرق هاي الفرق كذا قول احنا تكمل عدو هاي شيء بالجار صبر براميل من شيء نوع علامة تعبيرية هذاك الباب بس يوقف لازم بلم دفع علي البلم بس مخاف يستبد كلش لا شيء استبد اصطدنا الشمس يا شمس ما تقول غير بس وصلنا هنا درجة حركة إيه هنا صحيح شو يعني مسدود الثوت كان من عاد الفتحة خاطر ربك وين من هناك تعال على الجبل ذا غير الله طالع قدامي انت ما طبيت عدت شفت الفتحة عطيت طب خلي خشمي بيها مو هي تاتاك مزروفة من جوا الله يا ربي صليت تلاحظ السفينة تحتاج هاي بعجب انه تسبح تمشي وك شو صحيت ولا بعد يسبح فيه يطلص ايش بي هذا؟ مو هذا وين هاي؟ لك ماكو طريق بس يطلع غير سفينة هاي ايش بي هذا؟ صدق يحكي بالشاقة ولك منك 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 وفتر اي ها اي هاي منك يلا هاي كيف يمسى؟ هلاك يمكن داريت عرب من الأسنان في السطر جديد عندي 50,000 من هاي ماريج جاهز تولى ما رحنا للمعبد الشمالي ما
ما لقيت الباب طقاعه ما حبوا اه كل شيء ما خاف على الطيارات بس ما صايد الطيار ليه تبغى هاي شوف بعد هي الجهة الثانية ها ما هذاك باور ذاك الدرج اه والله يلا نزل نزل يدروب كيس يا اختي يا دوب يا زلمة يصل الجسم يدوب دوب اخضر واحد يعادل شو اسمه اللوت ما دوب كله 400,000 وين الدرج؟ هاي سيارة نصير عليها ماكو صالح منه ما يقدر صالح ديك اعتقد يقمص؟ ولا يقمص عادي اه تعب النار برضه لا والله برضه مو كان في الموضوع برضه اي الذي شايف البيضة طيب سوي تويتش لا هي تويتش شلون صار عند اللاك من الغروب اصيك شلون صار ناس بعد ما سخنت الرطوبة حاطين سفينة وطافرين ليه؟ البلد لا تعب روحك حبيبي اي صح تشوف اي شنو؟ اي ولا راح يغص راح يفكر بالاكل ابو لقمه تعال تعال منا انا سان طيب بها بس شنو ما ادري والله ما كنا نجدد دي هذيك صعبه وين؟ نعم مو هاي صعدة ما هي صعدة هاي هاي صعدة شو ماكو اه والله صعدة صعدة وين صعدة جبس اه وهاي اذا وكلها محددها وبالاخير مسويها طيب شين دروها مفكر المفروض ما نوقع ها؟ المفروض ما نوقع من البداية اعتقد. ها هاي الطيارة من ساعة شفناها. شنو نراجع لليوتيوب. يبي نبخت مال درجة الحرارة. ايه. بي انت نازلة حمودي، انا ما نازلة. بيضة بعد. ايه. ايه ذيك. اه والله. شعبرنا السفينة كسرات. ها هاي هاي يلا تصير كايطة بعد. حتى درجة الحرارة مال اللابتوب نزلت من الثلوج ها آه عبرت لا ما عبرت هاي ما تصير هاي الثانية يمكن تصير حتى هاي ما تصير اي بس شنو الفائدة هي؟ إيه؟ طلعت صعدت؟ اي والله صعدت هاي ما صعدت فيها مو ذاك صعدت هاي صعدت لا بغضبك شوف السفينة وين طيارة هاي طيارة شوف شكو بيها ماكو طم سلطة قاعد خطوات الوجنان تعال تعال من الناس الله يسلحك اول ما يفيدك من الساعة الصادقة هذا شنو العيال هذا بالنص مدري انا مستصف من حكيه والله جنان الله كارثة الله هاي من بس اي هذه ما بينا احنا العزب ليش يمنى يسرى خلينا نشوف فين هذا اه هذا الدرج بس دي باك ايش دي باك اي صعدنا السطح صلوات شنو هاي مسدس
شكون انا مفوزة طبية سرينجي شنو السرينجي؟ فارغ هذا باب بس ما ينفتح شنو السلاح هذا؟ R99 البان مقفلة ما اي تاخذ الايراد بيدك تخلي شو اسمه بيدك تلف فتحة شنو؟ تاخذ البطاقة بيدك اه والله خضر؟ خضر اي ما ندخل خضر بياسر ها هاي وقف انت وينك؟ ما ما ينفع مو هذا الباب شاف شنو حمودي؟ عتاد اه مجازين والله ذبحنا كل ساعة وجاء الطيارة هليكوبتر حمودي اي بس ما تركب مو؟ اه متأكد انا وعلى هذه البوابة هذه البوابة ذاك افتحها هو اللي جوا غير؟ اي يعني مو شنو هذا السلاح؟ شنو؟ مو سلاح هذا يمكن شو اسمه الطيارة اعتقد الطيارة خاف جوا الباب مو فوق يمكن الباب جوا مو فوق ماكش اذا وقفها ما تصعد بيها لحظة اوقفين هاي نزول ولا شنو؟ ها ها تعال تعال هاي درج درج فوق هذا هذا هم درج تعال لا لا فوق فوق نصعد فوق لا لا مو فوق هذا جوا واعي بس واعي واعي هنا يمكن البوابة لا عندك اصعد فوق تعال على الجهة الثانية لا عندك فوق هو صعد اه ولا اه قلشت جيب بالك يا معود ما كنا شيء رجع رجع فيك شارع بس فوق الله كاتب لك بس فوق 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 هو هاي بعد درج هذا درج سواء قال لي جو يا اخي انت ليش وضعك عظيم كارثه؟ والله العظيم ما اعرف بس يس قلت اه درج شيء ما يصعد لي اه معقول مخلي درج هيك بس اللي اعرف يا والله صدق اللي اعرف مخلي هاي شنو؟ بي شنو السلاح؟ من ساعة لقيته ما اعرف شنو وضعه فلاتين فلات لاين ما يسمونه اوقفت منين نزلت؟ لك هذا خاف هذا حمد ايش ما اخذته؟ لا ما اخذ ما اخذ نوعية ثانية هذا المجازين مالت العتاب 30 هم اخذته منين نزلت انت؟ فتح هذا ايش فيك هاي هاي منها 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 عشان تروح ايش ايش سوينا انا؟ اجيك؟ لا هو جاي انا غيرت كل شيء ما هاي نزل هاي نزل هاي نزل درج اي اوه رجعت المكان الاولاني اوه لا تنزل حمود لا تنزل طحت انا طحت انا لا تنزل راح انزل منه انا افتح احسن كيف من اقرب لي ما احسن ما افتر منه شيء ما معقول وين؟ ما شفت اليوتيوب هو صح رجع بس خليني اشوف هاي اخر محاولة شلون السلاح خليه اخذ لا لا يمين
هاي نفس مكان فوق ها؟ ما نفس مكان فوق بس اكو باب ما ندلل لاس اند تعال نفس مكان فوق بس اكو باب ما كان ندلل بس انا ندلل الدرج وين تحت انت واقف بنيا جهه لا مو هاي جهه واحد جهه ثانيه لا لا هي هاي اه هاي صح تعال شوف هاي وين واقف اطلع كل شيء قدام لا ايش لا انا اشنك عليه صار اشارة هو هذا هذا الباب وقف يمين بس ما عندنا بطاقة ما طلع عندنا وين صعدت لي هسه هو فوق اي هسه اول ما يجيك درج صعد لي فوق صعد؟ اي كلش فوق تعال يمي وين؟ هاي على ذيك الجهة الثانية. كون بطاقة بيدك اللي يطلع. والله هذا الباب. من ساعة نسنا احنا بس ما فيها بطاقة. يلا راح افتحها. افتح. سوف تفضل السلاح. قلتها بعد هذا. وي شوف الاسلحة. زومبي 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 اطلع اطلع اطلع. اوه راك زومبي. وين اقول لك؟ تعال 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 تعال. هاي شنو عذيابه واسود ونموره. تعال 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 ما يدخل. اوه هاي قد خلص صعده. اوه خليني اجيك. انجرح ثاني. اكب اكب عليه اكب عليه اكب عليه ما يدخل اكب عليه. وينك؟ اصعد تعال 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 لا مشي جي مشي. لا لا انت وين هيجي؟ من جد اصعد لي اصعد لي ذني اصعد لي ذني ايه اقول الباندج خرب ديني او الباندج واحد جواد ما من اللي فتنا لا طلعوا شهر ما كان هاي اخي دم يخلص بنشوف شوف الجثه شوي طايره اسود النمر طلع لك مو؟ اسود اثنين اسود اسود شفت انا اسود نمر اول مره نمر واسد اي توين انت وين؟ قوى صعد فوق ولك هو النار يلا انا اجيك وقف هاي خلصها خلصها بس خلينا نشرح هذول اللي بكبيهم خبزي هذول شو اسمه زومبيات اثنين نمرين واسد شرحهم؟ يلا شرحهم، هاي خاف كانت امنيتك تشوفهم هذول يا شطار قدامك. يقولون اخويا. يعني مرات ما ماتوا اسه؟ واي. مو يعني هواي هواي. يعني كنا تدب الازرق. اي بالضبط بالضبط. هاي شنو؟ واخذ كبر. وهذا شنو مخالبه؟ هذا جلده. شنو جلده؟ ما تشكبر. يلا شنو اخوي شنو خلينا نشوف لا انا بيت قلت لك اكو زومبي وراك وانت قلت لي ليش بالوراك انت انا شفت واحد يمك انا بطلع راسي واشوفه زومبي وراك شلون طلع هذول يقول لك شلون طبل سبحان الله استاكاتك اوقف من هذا اللي اي اكس بس اخذت هاي شنو السلاح هذا 247 سبورت كور شنو هذا؟ بي كي بي بي كي سي ار دك بي كي سي ار مو بي كي سي ار بارت لا اي اكس ار وين هاي شنو هاي؟ هاي 249 ام 60 شو هاي شنو ماخذ؟ ها هاي سكينه جتنا بلاش قويه انزين من هاي من 25000 هي هاي لا وقف وين هو نزل جوا؟ هذا بالصندوق لا صندوق اوه صندوق ابو عباي شنو؟ والله نسي اللي وين ولا تاخذه ولا تعبره ولا واحد 75 الف عمودي فيه وعالي 75 الف طاقاتنا بعصر
بعد خلي وقت شال المعبد ذاك الثاني بك نلقى هم مثل هاي يعني بس هاي سفينه ما معقول يا حمود شو خلي كذا بطاقه بيدي اوقف والله خلي شوف وين راح هو مفتح هاي بطاقه بيدي شو خلي كذا مين طلعتك طلعت اف هذا صديق ثاني لحظة شنو يا حمود؟ اكو باب انفتح جوا همينة ها شنو هاي هاي شنو هاي؟ ها؟ الايس شلون هذا اللي لابسني انا بس هاي الحزام قل مساحته بدل خليه بيدك 70؟ 70 اكو باب انفتح جوا همينة وهاي شنو هاي همينة؟ اخذ الاوراق هاي اخذها لو ما تفيد يخذ هاي سعرها ما ادري يعني اكيد ما ادري تضحك علي انت اكو باب مفتح جوا اوف هذا شنو هذا بيكس وين باب مفتح جوا؟ نانا ابو اوقف هاي لسه حتى عايفه ايش فيك انت هاي شنو هاي؟ يو اوزي اخذتها اوزي على تمن ابو لا اخذتها سيارة 3000 انا ما قال صاحبي ليش؟ اه يلا سطي علاجات اكو باب هناك يطلعها بعدين فتح سري وين جوا؟ بس وقف انا وين مخلي علاجات؟ مين نزل في الكلمة؟ انت علاجات عندي لا علاج شنو بانديج؟ لا كساكين وفيتامين هاك هاي شوف شنو هاي من عندي؟ الجنطة هاي اللي بيها لا لا هاي هاي عندي عندي قلت لك بس قواويد والله طلعوا لي طلعه هاي درج حمار ما ينزل انا جربته شنو ما ينزل؟ مو من عشان خاطر من الجهه الثانيه اكو باب طلع عليا يعني مفتوح هاي شنو هذا صدقني شنو هذا سلاح بجاي الباب مفتوح يعني نزل من هناك نزل من هناك وين؟ طالت علي؟ هاي من هناك؟ طالت علي؟ بوابة لقيتها؟ ايه مو باب يعني صغير ممكن تدني اي هاي الدوعة تفيدك ملابس ما دوعة تلبس جنطتك وكيو كيو مقفل بي افتح الخانات كربونات اي بس ان هذا الشيء لا صغير عشرة كس اختلف ما اقول 50 ساعات ربك دبل عليه بطاقة ما دبل عليه رأس والله العظيم هذا أربعين تعال هنا كارت هنا كارت أعتقد تسمع صوت زومبي يمكن كارت صيغ لأن صوت زومبي هاي عندك كارت هذا كارت هذا الكارت لا خير ما يفتح ما يفتح آه شلون هذا صوت زومبي جاي يسمعه خاف هنا هنا على الدرج ادري بس ماكو شيء شفت اه والله خاف قاعد نطلع شو اسمك هذا 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 شفته؟ وين يطلع؟ يطلع اف؟ يطلع اف بالنص؟ اي يطلع اي قل له انلوك وستر انلوك انا اقول لك روح شو اسمه؟ عفوا بنزل الثانيه من الجهه الثانيه يعني هي نفسها قصدي نفس الجهه نزلت وديك لل هذا الدرج شنو هذا؟ تعال منها والله والله بس خليها باوع كباب منها ما كباب منها يمكن كباب منها كمان ماكو ما فوت ما
زهر شو بدك تروح وعلى لو في الشارع احسن هون الباب دخلنا من عند تيت ها من طلعت اكو باب بط اي منا وطلع لك يمنى يسر اي هسه طلع لك يسر لا لا ارجع ارجع اي لك يمنى صح اي اها مصعد السير ايه مطلع له جديد اوقف كفتحة قدامنا همينة ثانية ما طبيت بيها او طلعوا زومبي طلعوا زومبي وين وينك؟ طلعوا زومبي فوق؟ اوف انت وين فوق؟ فوق فوق كلش فوق كلش اوقف اوه راح سيطر عليهم ما اعتقد شو اسمه ذاك نمو زيرب عليه ايش نمو بساعة مات الكل هاي طلع لنا دروب ثاني لان مرة ثانية قال تايم تو داي هلا بالاسف هلا بملك الغابة هلا بمفاسة كل خير مو ذاك مو ذاك ملك هذاك واحد يسمع صوت نمو مدى اسد هذاك اسد بس هنا بس اكس لارج صدق هذا الواحد ينام كذا شاهد شوف هذا النمو هذا ينام طلع له الثاني يوم ماكو اعدو اسد نمو فيه اسد نمو فيه لا لا شو خلاص سرت احنا صور خرب الناس اللي تموت النار تعال شيخ عمان ما اكل ها شوف خير خير زومبي خير ما اخو يطلع عني ما اكل لوت اخا صندوقين هذني هي ادري مين فتحتها ما ادري ما ادري اكو صندوق مو كان صندوق ثاني يا قوم فتح صندوق ما انا ما ادري كيسيات هل في كيسيات اخذت هذا 75 في دنيا حمود اكو فتحه ثانيه خلينا ننزل لها يلا من ياجي منا؟ هنا من ننزل جوا نزلت يمكن شوفت ماكو اه والله وهاي جهاز صنعوها بعد خليت وين؟ هي هاي سفينتك؟ دائما بعد انا سكرت الدبينة هاي اكو شو اسمه؟ نشتري ادمن مدري شنو بنيتشر باونتي مكان نشتري الشغلات مال ادمن الكوب تطيح وهذا اكو سوق مفتوح بمنطقة اسمها نيتشر باونتي مال ادمن ايه خلي روح والله اشوفها بك فيها شغلات ما ادمنية ما دام عندنا شويه فلوس شربك لوت زاربو ها؟ زبالتي زبالي انا هذا متفائل بي خلي خلي نام القارب مالتني لانه ارتقطها حطها بالعيا بالراسيه مالتي لبين العيال لبين العيال ولك ما في روح الجار ياخذه تجيبه هنا من الارجي تجيبه هنا تجيبه هذا الحلو اه ما اكفاني ما اكفاني خلي خليك ما اكفاني خليك خليك كان هذا ما اقدر اوقف اه الى هنا توقف ايه اللي قدام ده اللي جوا هاي بعد الثلج تسبح رحمة الله يلا مس عليك مس عليك يزيد من الله بعد وانا اخلي لك اياه غير يقعد ماشي عليك القاسم يقعد ما جاي يقعد
خلي واحد. هلو عشان تدمن كيف بي 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 والله ده شغل الليل شو شوف ما شاء الله عبارة عن خضار اشياء هيك عم نضش بشي ما مو في شيء هاي شوف وين بصير انت شو قال سلاح اناركي بقدر شلع دوم والله عظم والله يكون هذا الوحش يطلع عني والقعدة علي القعدة يا اخذ راحتك هذا البرمين انا عجبني بس ما ينفذ سفينة زربة خلصنا وقتنا يمنا وكشنا الضباب كل شيء ما نشوف طيب وقف بس احنا قد نعرف طلع طيقنا يا تعال هاي راح نسبح اوه ها من هنا تعال قبل الطيح معود ما بلا طيح حموت انت مضر صاحبك هاي نال هي الطيار اه خابش الجبية هذا ما جيب حتى لوت ما اه يضيع لما نطلع من الحدود شو هاي تسوي غازي يسحب الحين بس خلي تبع شويه الماي يصعد يلا ولا تصعد يلا حلقك استقلالكم ولا هو يتمشون يمشي شلب حذاءه ومداك ايش مالك؟ اوقف جاي يسوي والله اي هسه مشيت بي هسه هيك قاعد اشكب قاعد يمشي على سفينه زربه نعم لو عندي اللي وصل لها ما بي بي ما بي اسلح بي خير اي والله والله اي قلت تعالوا يلا اي ادمن قلت تعالوا بنفتح شو اسمه السوق ما ادمن ايه مكان انا عندي هسه ودي اكيد اودي وفلوس مين عندي 4 ملايين 4 ملايين بيش هسه اللي قاعد اخر سلاح ب 20 مليون 50 مليون عندي اسلحه خلينا نبيعها انت كم مليون عندك؟ انا الحمد لله 115000 شو علي ما بيها طلقه مال ادمن وين رحت؟ حطيتك رجع الجنطة؟ اوه باندج يستخدم 999 مرة كذي؟ مجموعة الادمن شبيه؟ باندج تستخدم 999 مرة باندج؟ ايه باندج باندج؟ ايه بيش هذا؟ الله يستر يعني ألف ما سألت له بيش قد بيش سعر هذا الباندج؟ والله خليني أقول لك أسلحة شلون أسعارها؟ قال احنا عندنا 4 ملايين شو نقدر ناخذ؟ بس نقول بس انطر تقرا فاضل أقوم تهرب عن شاب ليبر قلت له 4 مليون شو أقدر أشتري؟ بتجيب يجيب شيء ثاني ولا لا؟ إيش قال؟ بس الله يستر يا والله خرب يومك يا والله ها شنو؟ شبيه هذه الشمرة بس اللي بتجي ايش
كتب لك حمودي أم لا؟ خاب تعال شوف القائد جاي يمشي ركبه جني يا أخي ما أعرف شو بيها القائد حس بس هنا يشبه غلس الله جيبه تعال حمود أنا نسيت جاك لا يجي ما يجيب شيء بس ابقى جمع يلا احنا بس نشوف اليسار شنو ايش قال؟ قال ما يجيب شيء بس ابقى جمع بس ايش قال هذاك بدل شيء منه يعني اسلحه عادي موجوده بيها اي شو مو بس ادمي يعني كل شيء هذا اعطيه دول هاي يعني مجموعه ادمي تسعه صح بيوتي انا بتاعته 10 اروح لدي بابا خلينا نشوف وين مقعد شو اسمه؟ اي خلينا نروح جاع وعطش وبرد ما ادري ايش نسوي شوف هاي الجزيرة منغضة ثلج على شو اسمه؟ على الجوع شوف تعلم شوف شو راح يصير بابا شوف شو راح يصير بس يبغى الجو يطلع ما راح يخيف عليك يعوبك خلص السباحة يا عدل نو لا روح اسعد نو يلا تعال زين عادي واقف فيك شلون والله اللي حاطلك اياه بصفك يعني يلا بعد شوي هذا حد والله جاي يطق ويرجع ايش اسوي له والله لا ما اقدر هناك هم واي والله تعبنا تقول جاك إيش؟ عبديني. تعال من هاي. دباغ عم. لا 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 لا. أك ما يسخ حظك. أو فن تقول عيوز ما يمشي. غير سعد بس خليه يوقع بعيد ما شكله هيك هي يعني السياره شو اسمه عند من هذا يراد يروح للبياع من البياع هذا هو ما ادري خوش خلينا نروح بالسفينه نصلك والله خلينا نشوف هذا الثاني والله لازم في الموت ما في من شو اسمه بس هي هاي السفينه شلون يقول قال احتمال مستحوذ قال اي يعني لو نال ولا والله يعني بينه مش شكل هاي شكل اي سفينه زرقاء المفروض يهتمون بيها مو يوتخ حاطين حظ شنو حاطين بكاسيات كلها سعر 5000 دينار حتى ناسيها يمكن ادمي يعني اللوت مال يعني بيوت حصل ما بدايه لعب تايني تشيبانت تبي لي خاف يصير حمر يتنسع بس المفروض هو ما يبغى حتى يؤذي بالجن يعني غير شاب عمان ما تسير بس لمده اسبوع يعني تنزل انا شنو القاعده حمي والله انا شنو الخط الاحمر الاخرار استقام منزل وطني ما توقع على السفينه لو تمشي والله لو طاقتيهم ما عليك شيء افكر اسوي هنجلتش ما سوى شيء وجير وقتك يوم ما لي من ولا طلطة ليش ما تصير يعني بيها لوت ما تصير تخليها بالجنطة اللي بيها شو اسمه بس الجناط ما تصير تخليها بالجناط اللي داخل الجناط إذا جو بعد ما بعد ما شيء داخل الكتاب ابقى جمع أنا راح أبقى سوقه لا أنا خاطر ما تقدر أبشر أنا ورثة ثانية عندي
اي مو هاي من طانيا ترى خلني ادب بالسفن والله اقول هون شوف عليك ما بفهم ولك لا تاخذ ايش نحول ولا طاير اي بس ما اعرف اكو شيء لابس الجنطه شان كنت يمكن لابس له شنو قلت له ما عندك فلوس؟ لا قلت له اكو سفينه ثانيه بعدين قلت له واحد اكو سفينه ثانيه قال شنو الفرق؟ نفسك لا أول شوية اللوت خراب يومكم حتى اللوت حتى المعارك مو ديش اللوت ايه والو فريدة صار فوق صار يادينا اناكي سيرفر اناكي بس شنو هو كنت قام قريب لوت بنك مالتزيه بنفس الوقت شو اسمه؟ ايه اسعار بيع حظ لانه ترى اكو سيرفر اناكي نفس هاي الخريطه بس المشكله قلت لك اسعار الاسعار شوي تقول انا تذكر من حصلت جوز اي ما شاء الله طرق سيوا حلو ولو ما ياخذ هواي بس يعني قلت لك قطة طبعا مجنيت مدري هو بيش بيه شوف عبال نفسي عايش نفسي يعاس بس دي شي راح يبتش دي شي نفس الحياة كله بالضبط والله تجيش نفس الشيء ليش ما نبو الرمي؟ أخلص هذا الرمي وكتب الصوت يطلع يقول لك البيت أظلم؟ ذاك زين بس هذا أظلم شو ما جبت في البيت؟ ما جبت يا راح نوصل راح نوصل بعد والله يلا جيب توصل شيء جيب دبل انه ندخل للموقع ايه الموقع شيء صفط السفينة وما جبنا لبن حتى قبل ناخذ راحتنا وننام طيب عليه اسمه واقع جايز دبليو واقف بس انت ما طالع صابك بس واقف شنو؟ قل لي شنو؟ الله ينزل
والله اوف جالسين بالسلطه شلون والله اوقف اوقف انا ادخل وطلع. انت اصلا ما قاعد هي انا ادخل واطلع نطلع واطلع خوش انا من الفيلم ما توقع يعني ما لي شيء جبنا البيت على ما الله يسهلنا وادخل لا خاف اروح وين بلد لا لا لقيتك قاعد انت اصلا من قاعد يلعب مالتك اوف لا يغص لا يختنق ساعه تخوف مو بس اجرم حجي انا بدي اتعب واخر علي الماي رحمه الله في دين 400,000 في دين شنو الشبك ولد لك لك شنو جاب طماطم نقول لك قدر مزي انا مطلوب على ولا لو بده فريز هذا اطيب بس اخوي انا عندي دحن ماي بار يلا مشين لين ست عشا وقيت ما ضعت مراكين بيتك هو بس ده يتعوى انت غابت قد جيسي وانه هذا شنو هذا بي اكس اعراض معا 50 من 75 بس وين البي اس اس حمول بس اذا ضمني بي اس اس كي هذه اعطيات اثنين والله خلنا نضمها هنا على وجهها بس ساعي لي يا تعال اكو وحوش؟ لا خليك طابله انا قبل بس ما ابي شيء شاريه فاضي شنو الغابه هاي؟ شنو؟ ما جبتني تعال منا هاي شنو؟ والله تلاقوني مدري حمر حظ حظنا يطيحوا قوة على بلابة ما تعرف كيف خم تجي كيد عرف وال لا ولا بعد صار على هذا بسيط وهاي فتحة يا تقول شابيك ما هو مو في أناركي لا لا خو ماكو شيء ها والله هو هذا البيت لا مو هذا قدام إيه شلون عظام وهاي يعني فتش ما شيء قد عشان خاف مال كارت حمودي لا لا ماكو شيء بس بيت هيك كومنت اه والله شفت النيس يسرى يسرى طلع قوه
بيتش هم يعني أصعد على البيت أو فشي طايح ناشي شنو الوضع بالقال؟ اعتاد؟ ما جهة طيب غير كف بس نجيب كل تبع الوعي هناك مع أساس هم 100 مدرس 7 لو 20 واحد شسر لو 20 دقيقة 20 20 لحظة يمكن 20 ايش ابي لبن زي الفايل ما قبيت ثاني عادي يا اخي عادي يمكن وينك؟ لا هذا قاعد جو ايش في الزبالة؟ لقى شيء في الزبالة؟ بيكين قاعد ساعدني في الزبالة تعوات اي تي ام مو من خلو اي تي ام يعني سافي تعبان وين البيع؟ وين البيع؟ هذول يوم شلون نقدر نوصلهم؟ هاي شنو؟ شلون نقدر نوصلهم؟ بيحفظ اوضح لنا هذا مو بوابه كاملنا خاطئنا كاملنا وين مسدوده؟ خاطئنا وين مسدوده؟ هو نفس مكانه بس لازم منطقة نصلهم فينا تأخذ هذا؟ من ناشي عطشينا هاك من أنا تشتري؟ عطشين باسور ها من أقول تعال شلون؟ هلو هلو how can we access this trailer Oh, so it's in the Discord chat, like not trader, we can't buy and sell from it. You can, no, you can buy and sell from here, but the list of everything that you can purchase here is on this one. Oh, okay, I will see the Discord and I will see what we can buy. يقول روح يقول شو اسمه يقول انا ابيعكم اشتريكم بس تروح الديسكورد مالتنا وشوفوا شو الشغلات اللي تريدوها. جلسناها قاعد من البيش ها؟ بس مش البورما لا بال هاي هناك حمد شنو هاي قلي اف؟ بلا تاخذه ها؟ فيها سواعد تاخذها لك اه والله
طبعا هذا بنون جديد. هو بين فترة وفترة يفتحوني ما اعرف كم يوم. ما جاوبوك؟ اه جايت. ايش قلت لهم؟ دقيقة وين القائمة مال ادمن جير؟ يقول open season chat has the list for the admin show. Open season chat. يروح كل الادمين ناس يعرفون. Discord. كل الادمين. ها هذا open season. بدنا نسأل. هذا بي اس اس كي ب 15 مليون. اه ايه ويا اعتاد ب 1000 باريت ب 15 مليون باريت بس هاي مجموعة ادمن يمكن شنو هاي اس ار 1 اوه هاي اس ار 1 شنو هذا؟ اس ار 1 2 ملايين 83 مليون شنو 83 3 مليون 3 مليون ادمن كاش ليش؟ بيرتشيست تشتريهم دني هذني كبسولات 5 مليون كم وحده؟ او 5 شو اسمه وهي تجي هيجي هاي وهاي 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 وحده ما عندهم وحده ما طلعت وحده ما بس طلعت العاد من وين؟ معقول يا شو اسمه؟ The admin show will reopen but I've come over to need to and spend some hard and cash. I'll be buying here, whatever, rock, ice, rock, escape this week, but I don't forget that. We have snake on the jack rock stage. What do you start? شوف هاي فلوس حقيقية إذا تعطيه 60 دولار إيه يعطيك الملابس هاي مال 50 مليون 60 دولار إيه؟ ولا 5 دولار شو يعطيك؟ أمر فضل يكتوس لك أعتبي و 15 دولار هانترز أمر سيعطيك شو اسمه درع مال هانترز ما يسمونه 50 دولار يعطيك رانك واتس ام جي ال شنو هذا؟ هذا سلاح القناوي وهذا اي اكس او سكيليتون من الدرع روح اي مو خوش سلاح شو عادي يعني شو عادي لا الادمن قلنا الادمن اسلحة ادمن ماكو تبيعون اسلحة ادمن ماكو بتحاكي اي قلنا اسلحة ادمن ما لقيتها بالصفحة مالتكم موجودة تبيعون هيك يعني هو اقوى سلاح اي لايك اوبن ذا اوبن سيزون از ذير لايك ادمن ويبنز اور ذس كايند اوف اوه اوكي اوكي لايك اف وي لايك اف ماي فريند هاز في اس اس كي لايك اتس ذا سيم از ذا وان اف هي وود لايك تو باي انذر وان رايت اوكي ثانكس
مشينا. شنو؟ قلت له شو اسمه قلت سمحت ادمن قال لا حاليا بس هذين مع والله قلت له زين هسه صاحبي عده في اس اس كي هذا العده نفس عدكم قايل ماكشي. وبيش والله؟ ب 15 مليون. شاف قد ما حفظت تولك؟ ايش قد ما حفظت لقيت هذا السلاح؟ اول مره قال حفظت. قلت تشتريه؟ لا لا بس ما بس شراء انا يشتري شو يسوي قلت له مسكين قبل يقول لي خاب دخلي عندك هاي اثنين والله بس مو قوي يا اخي شفنا كلش قوي كان عاد من يوم تعرضون ايام ويام طار يا اخي هسه بلاك ماركت ايش حلعته؟ اوكي اخ والله راقي بس رايي استحت انه رايي اقوى بس وين راح اطلع شيء بعد؟ ها عددوه قلنا انا وحده؟ مو الح يلحق عليك انت جمع لي ما نازل ايش دراك؟ يلا امشي طلع السياره قلت لك قوم هنا بلش بلش يا بطل هو ما طلع شيء كنا مختفي عجل صعبت بسرعه إيش وإحنا متراهين إنه يصعد بسرعة بس إذا واحد يكون غرام لا أمس من ثعب ساعة درج مو تصعد كلك واحد قال غاز ما صعد وش جاب بدك حمس أبو دي قلوا هاي قلت أبو أنا زومب قلت له تدفعون وراك بس ودي من يمر وزومب طبعا من هذا الطيب اللي وراي معازيل قرودة مين زومبي مزعجين دول خراب يومكم يا والله تعال ما يزعج بس مع صوت دبان مشتبه لا ما في شغلة الذياب دول السود ايه شغلة اهول من دول والله هو القرآن الكريم اهول وبطيئين مو مثل دول ايه بس انا قلت لك ضربتهم من قبل ايه ضربتهم من جوع يعني قبل تجرح ايه بس عم يدور المنقص يدور قبل حط الحرب بوم قال لك اخذ راحتك هو بدك يكرم الله بس يسوي لك قبل ما عليك قبل تخفى